إذن سأحاول إدارة هذه الجلسة التي سيشارك فيها معنا كل من الأساتذة صالحة ودان من جامعة غردية وحمزة عمي عيسى من جامعة غردية، أيضا بمداخلة بعنوان هجرة الأدمغة في الجزائر. تليها مداخلة للأستاذ قاسم عبد الكريم من جامعة معسكر بمداخلة بعنوان هجرة الكفاءات أسبابها وآثارها. تأتي المداخلة الثالثة من مشاركة من جامعة أم البواقي وجامعة جال والعائدة للأستاذين خالد بعطيش وبعيطيش وديب حما. ثم رابعا مداخلة من جامعة قسنطينة ثلاثة للأستاذة بوجريدة فاطمة وقاسم سونيا بمداخلة بعنوان دور الجامعة في ترقية الكفاءات العلمية لتحقيق التنمية من وجهة نظر الطلبة. وخامسا تعود المداخلة الخامسة أيضا لجامعة قسنطينة 2 و3، يقدمها كل من خالد بوشلاق وبالخير مراد بمداخلة بعنوان دور التعليم العالي في تكوين الإطارات العليا للمؤسسة جدلية طبيعة التكوين ومتطلب الكفاءة، وهي دراسة تطبيقية في مؤسسة شركة صيانة للشرق أسمي بالمنطقة الصناعية حامة بومزيان قسنطينة. وتليها مداخلة للأساتذة دريد الوردي نصير سمية وعبد الحق أميرة من جامعة خنشلة بمداخلة بعنوان هجرة الأدمغة الأسباب النتائج والحلول. وما قبل المداخلة ما قبل الأخيرة تأتينا من جامعة معسكر للأستاذين الحمري حفيظة وجلطي سمير بمداخلة بعنوان أيضا هجرة الأدمغة الجزائرية من زاوية التحديات ومحاولة دمجها في مسار التنمية. وأخيرا مداخلة للأستاذة أميرة زبوج من جامعة قسنطينة، وهي مداخلة تطبيقية فيها دراسة حالة حول دور الحوافز في استقطاب الكفاءات في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية. أظن أن الوقت ضيق لدرجة أني أحيل الكلمة مباشرة إلى الأستاذة صالحة ودان أو الأستاذ عمي حمزة عمي السعيد لتقديم المداخلة الأولى المعنونة بهجرة الأدمغة في الجزائر، فليتفضل أحدهما مشكورا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشير فقط أستاذتي الفاضلة أن لديك 10 دقائق، فحاولي أن تستثمري هذه 10 دقائق في عرض الإشكالية والإضاءة على النتائج والتوصيات لتعطينا فكرة يعني واضحة دون الخوض في الجوانب التي تأخذ الوقت وتكون يعني متاحة يعني. وأشكرك أستاذ. السلام عليكم. موضوع مداخلة اليوم هو بعنوان هجرة الأدمغة في الجزائر. طبعا لا يخفى على الجميع أن هذه الظاهرة قد استفحلت في وطننا العربي في هذه الفترة بشكل كبير نظرا للأوضاع التي تعيشها هذه الدول بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة. طبعا إن المصدر الحقيقي للثروة في الدول هو رأس المال البشري وليس امتلاك أي خامات أو أدوات تكنولوجية. ولا يخفى عليكم أن هذه الظاهرة قد استفحلت الجزائر، حيث يعتبر رأس المال البشري أهم قاعدة علمية يمكن أن تحصل عليها هذه الدول، لأنه لكل دولة كفاءات بشرية وطاقات علمية كثيرة التي على هذه الدول أن تقوم باستغلالها استغلالا جيدا أجل تطوير كل مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية. طبعا في جانب الدول المتقدمة والدول النامية، الدول المتقدمة تسعى لاستقطاب هذه الكفاءات كما تفضلتم أساتذتي الكرام في السابق بمداخلاتكم القيمة. طبعا والجزائر من بين هذه الدول التي تعاني من هذه المشكلة. هنا نطرح الإشكالية التالية: ما هي أسباب هجرة الأدمغة في الجزائر، وهي السياسات المتخذة التي قامت بها الجزائر من حد للحد من هذه الظاهرة؟ هذا التساؤل دفعنا إلى طرح مجموعة من التساؤلات الفرعية التي ننفر منها: ما هي دوافع وأسباب هذه الظاهرة في الجزائر؟ ما هو أثر هجرة الكفاءات في الجزائر؟ ما هي آليات الحد من هذه الظاهرة؟ طبعا لهذه التساؤلات فرضيات أنه هذه الظاهرة ترتبط بهجرة الكفاءات بالظروف المعيشية في الجزائر ومحفزات الدول المستقطبة. الاستثمار في الكفاءات له عدة
دوافعها وآليات الحد منها والسياسات المتخذة من طرف الجزائر للحد من هذه الظاهرة والحلول المقترحة التي تقوم بها الجزائر من أجل الحد أو تقليل النسبية من هذه الظاهرة. أيضا المحور الأخير صرح أن يكون فيه واقع الأستاذ الجزائري من حيث رواتبه ومقارنته برواتب دولتين عربية وأخرى أجنبية. في الختام خلاصة، لا شك أن هذه الظاهرة قام بدراستها العديد من الأساتذة والمختصين من بينهم دراسات أجنبية وعربية، دراسات الأجنبية دراسة إيلي مامبو التي كانت حول جنوب إفريقيا، دراسة سمير جلطي من الجزائر اللي كانت تتناول ظاهرة هجرة الأدمغة وأثرها على التنمية، دراسات باللغة العربية كثيرة ومتنوعة أهمها اخترت منها وأهمها دراسة نونسي شيخاوي حول هجرة الكفاءات، دراسة لبيب لويزا كان مقال رائع بعنوان هجرة الكفاءات الجزائرية وأثرها على التنمية، دراسة مانع فاطمة أساليب أسباب عفوا هجرة الكفاءات الجزائر وأثرها على التنمية. المحور الأول تناولت مفهوم الهجرة بصفة عامة وأسبابها. الهجرة عندها تعريفات لغوية وتعريفات اصطلاحية وعرفت عدة منظمات. لغة هي هجرة وتغيير المكان وانتقال المكان لمكان آخر. أما بالنسبة للمنظمات العالمية فقد عرفتها المنظمة العالمية للهجرة على أنها مصطلح عام لم يتم تعريفه في القانون الدولي والذي يعكس الاستخدام الشائع ويعني أي شخص يغادر مكان إقامته المعتادة ليستقر مؤقتا في مكان آخر لأسباب محددة. عرفها البريطانيون لما هاجروا البريطانيين إلى الولايات المتحدة بأنها عبارة عن النقل المعاكس للتكنولوجيا. لها عدة تعريفات. المنظمة الهيئة العامة للأمم المتحدة للتربية والثقافة اليونسكو عرفتها تعريف على أنها نوع شاذ من أنواع التبادل العلمي غير أنه يتميز بالتدفق باتجاه الدول أكثر تقدما نحو الدول أقل تقدما وهو أيضا ما يطلق عليه بالنقل العكسي للتكنولوجيا. المحور الثاني تناولت فيه أسباب هجرة الأدمغة، فيها أسباب دافعة وأسباب مستقطبة. الأسباب الدافعة التي دفعت الشباب الجزائري للهجرة هي العوامل العلمية، حيث أنه نلاحظ أنه الجامعات الجزائرية تعاني من تدني مستواها مقارنة بمؤشرات الجودة في التعليم في المنظمات يعني مقارنة من الجامعات الأخرى، فساد معايير تقويم الكفاءات والخبرات وذلك من خلال الابتزاز والمحسوبية والرشوة وهو ما يدفع الإطارات للهروب، بطالة الجامعيين التي نلمسها هذه الأيام بغزارة والتي أصبحت مشكلة نراها يوميا حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدل البطالة من سنوات 2015 إلى 2020 تتراوح ما بين 11.2% إلى 14.2% سنة 2020 وهو معدل مخيف يعني يدفع الشباب الجزائري فعلا إلى الخروج من الجزائر. ضعف التعليم الجامعي حيث أشارت الإحصائيات إلى نصف مليون شخص قد غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. ضعف الأجور وهو أهم شيء يعاني منه الباحثون الجزائريون رغم أنه كان هناك إصلاحات من 2007 إلى 2011 إلا أنه يبقى راتب الإطار الجامعي في الجزائر ضئيل إذا ما قارناه بالدول مثل فرنسا بحيث يعتبر هناك فارق 10 أضعاف ما بين الدخل الفردي في الجزائر والدول الأوروبية بصفة عامة. أسباب سياسية نقصد بها عدم حرية سياسية وأيضا الأزمة الحادة التي عرفتها الجزائر في الأوضاع الأمنية في التسعينات التي دفعت بالكثير من العلماء والباحثين والأساتذة الجامعيين إلى الهروب نحو الدول خاصة الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية. تهميش مخصصات البحث العلمي حيث أنه على مستوى الوزارات هناك ضعف كبير في تأطير المخابر البحث وهو ما يعني وقدرة الباحثين على الإبداع في المخابر الوطنية هنا في الجزائر. من الأسباب المهمة المستقطبة لهجرة الأدمغة من طرف الدول المتقدمة للأدمغة والكفاءات في الجزائر أو في الدول العربية بصفة عامة هي الدخل المرتفع وظروف عمل أفضل، توفير خدمات اجتماعية عالية واستقرار نفسي واجتماعي على مستوى هذه الدول، جو علمي ممتاز يعني والمنافسة أيضا، الاستقرار السياسي والحرية السياسية التي تمنحها هذه الدول بإطاراتها والكفاءتها طبعا من أجل استقطابها واستغلال إمكانياتها. الآثار الاقتصادية أنه في هذه الدول هناك آثار اقتصادية هامة حيث أنه أشارت الإحصائيات أن الجزائر قد خسرت حوالي 165 مليار دولار خلال 30 عاما منصرما وحيث حققت الدول المستقطبة أرباحا تقارب 465 مليار دولار نتيجة استغلال هذه الكفاءات. توسع الفجوة وتوسيعها بين الدول الفقيرة والدول المتقدمة المستقطبة للكفاءات والتي أصبحت مالكة لإنتاجات علمية واختراعات مسجلة
أضافت لها قيمة كبيرة. زيادة في الإنفاق الخاص، استخدام كفاءات أجنبية نظرا لهروب كفاءاتنا إلى الخارج، وهو يعتبر يعني عبء على ميزانية وزارة التعليم العالي وغيرها من القطاعات. العجز في التعليم الجامعي، حيث تعاني بعض الجامعات من نقص في التأطير، خاصة إذا ما تكلمنا عن التخصصات الطبية. العجز في التغطية الصحية، حيث تعاني بعض الولايات من غياب المتخصصين في الكفاءات الطبية. ضعف وتدهور البحث العلمي في البلدان العربية مقارنة بالإنتاج العلمي والتكنولوجي للمهاجرين العرب في الدول الغربية. الخسائر الكبيرة أيضا التي تحملتها الدول والجزائر خاصة في تكوينها لهذه الكفاءات وهروبها، أيضا ضعف الإبداع والابتكار، حيث أصبحت الملكية الفردية في السنوات القليلة الماضية ذات تأثير كبير في الناتج الاقتصادي العالمي. من الآثار الإيجابية للهجرة على المستوى الوطني وعلى مستوى حاول الدول العربية اختصار الآثار، أستاذ حاضر حاضر أستاذ حاضر 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 أستاذ، التحويلات المالية، حيث أنها تعتبر المرتبة الثانية بعد الاستثمار، استغلال إبداعات العقول، تدوير فكرة تدوير العلماء، عودة الكفاءات لدولهم الأصلية، وتكون بالتالي تكون لهذه الدول قد حازت على فرض خبرة وكفاءة. السياسات المتخذة في الجزائر، من أهم السياسات التي اتخذتها الجزائر في مكافحة يعني هجرة الكفاءات، إصدار قانون مكافحة الفساد للحد من هذه الظاهرة، محاولة مكافحة البطالة من خلال إنشاء مختلف صناديق لدعم وتشغيل الشباب، المرسوم الرئاسي 1762 الذي يقر بإنشاء مديرية فرعية للكفاءات الوطنية بالخارج، وهو شيء أظن أنه رائع، لأنه يمثل حركة وصل ما بين الجالية في الخارج وفي الجزائر، بحيث أنه يعطي فيه بطاقة حول الكفاءات الوطنية في مساهمة في تطوير آليات وتشغيل هذه الكفاءات، وهو عبارة عن حلقة وصل ما بين هذه الكفاءات في الخارج والجزائر. ايضا قررت وزاره التعليم العالي الاستفاده من خبرات اكثر من 700 باحث جزائري مقيم بالخارج في اطار القوانين الاساسيه الخاصه بالباحثين وبعد التدرج والدكتوراه. قيام وزاره السكن بتبني برامج سكن ترقوي لتشجيع الاساتذه للبقاء وعدم الهروب الى الخارج. الحلول المقترحه هي زياده ميزانيه البحث العلمي، معالجه الثغرات الدستوريه، ايضا مراجعه سياسه التشغيل في الدول العمل، اعطاء الاولويه للتشغيل لابناء الوطن، مراجعه نظم التعليم والتدريب، العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه لخلق سوق عمل يستوعب الكفاءات. المحور الثالث، مقارنة بين رواتب التعليم العالي في السعودية وفرنسا والجزائر. نلاحظ من خلال هذه الأرقام أنه راتب أستاذ تعليم عالي في السعودية حوالي تقريبا 57 مليون جزائري، يعني 579 ألف دينار جزائري أعلى راتب، ثم راتب أستاذ مشترك 925 ألف دينار، 756 ألف دينار. في فرنسا راتب رئيس الجامعة 835 ألف دينار، أستاذ جامعي 552 دينار. أيضا إذا ما قارنا هذه الرواتب، راتب الجزائري 135 دينار، 110 دينار، 77 ألف دينار لأستاذ مساعد قسم آلي، 65 ألف دينار لمساعد قسم باء، فإن تدني راتب الأستاذ الجزائري مقارنة بالسعودية وفرنسا، وهو ما يفسر يعني اختيار هذه الكفاءات الهجرة لهذه الدول. عموما على الأستاذ يعني من الواجب يعني من وزارة التعليم العالي أن تمنح الأساتذة الجامعيين حقوق أكثر ورواتب أحسن، حتى تمنع على الأقل وتحفزهم على البقاء والإبداع في أوطانهم. من خلال هذه الدراسة توصلنا على أنه صحة هذه الفرضيات، وأنه على الدول وعلى الجزائر خاصة لتبني مجموعة من الإجراءات للهدف يعني يهدف منها النهوض بمستوى البحث العلمي والمحافظة على إداراتها وكفاءتها، من خلال تشجيع الأدمغة على الإبداع والابتكار، محاولة التوفيق بين البرامج التعليمية ومتطلبات التوظيف، محاربة البطالة والفقر والفساد من خلال قوانين صارمة، تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للكفاءات، رفع الأجور لرفع القدرة الشرائية للباحثين بصفة عامة. إذا على الجزائر التكيف بصفة عامة مع الظروف العالمية. في الأخير يعني أرى أن هذه الظاهرة قد أصبحت ظاهرة خطيرة، وعلى الجزائر تقوم بجملة من الإصلاحات الواضحة والصارمة كما تفضلتم أساتذتي الكرام في مداخلاتكم، من أجل الحد من هذه الظاهرة، خاصة من خلال قوانين ومنح امتيازات لهؤلاء الأساتذة والباحثين، سواء كانوا في الجامعة أو في القطاعات الصحية أو غيرها من الكفاءات التي تسعى إلى رفع الاقتصاد الوطني. شكرا على حسن انتباهكم، وشكرا. شكرا للأستاذة على هذه المداخلة التي طرحت فيها إشكالية البحث في أسباب الهجرة أو هجرة الأدمغة والبحث في سبل الحد من هذه الظاهرة، وأتفق معها في الأسباب التي طرحتها، لكن أختلف فقط في ترتيب هذه الأسباب، حيث أي نعم نثمن دور الجامعات والمنظومة التربوية ككل
على ما تقدمه من مخرجات وكفاءات عالية تسيل لعاب الدول المتقدمة وتحاول استقطابها بأي شكل كان، ولكن أعيب عليها أو يؤاخذ عليها جانب الرفع من روح الانتماء، روح الانتماء إلى الوطن، روح الانتماء إلى وطني عزيزة ولو جارت علي، أين صح أصبحت الكفاءة تفضل المصالح الشخصية وتحقيق الذات في مكان وبيئة توفر لها هذه الإمكانية على خدمة وطنها. وبالتالي هنا أطرح سؤال، هو كيف يمكن إعادة بناء هذه الثقة أو إعادة بناء فكرة الانتماء هذه التي تنطلق من أن الجامعة في حد ذاتها كانت الداء والدواء، كونت الكفاءة ودمرت فيها الانتماء أو العطاء، فكرة العطاء ومنظومة القيم والمبادئ. ننتقل مباشرة إلى المداخلة الثانية والتي تعود إلى مشاركة بين الأستاذ، هي مداخلة فردية للأستاذ قاسم عبد الكريم من جامعة معسكر بعنوان هجرة الكفاءات أسبابها وآثارها. فليتفضل الأستاذ، مشكورا إن كان موجودا معنا. موجودا. شكرا استاذ. العفو. اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد عليه ازكى التسليم. اولا اشكر جميع القائمين على هذه التظاهره العلميه بدون استثناء. فبالنسبه لي المداخله هي بعنوان هجره الكفاءات اسبابها واثارها. كما نعلم ان راس المال البشري يعتبر أحد أهم الركائز التي تساهم في الإقلاع والنمو الاقتصادي، وازدادت أهميته في الوقت الحالي مع اقتصاد المعرفة الذي يقوم على أساس الكفاءات، والتي تساهم في البحث والتطوير من أجل خلق التنمية وضمان استمرارها. إلا أن مدى مساهمة الكفاءات في تنمية البلدان الأصلية يتأثر بشكل كبير بمدى موقع هذه الكفاءات من تجسيد واستغلال طاقاتهم في مجتمعاتهم، متأثرين بظاهرة الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية، والتي هي في تزايد مستمر. فحسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة لسنة 2020، فإن عدد المهاجرين حول العالم كان سنة 1970 يفوق 84 مليون مهاجر، ليصل إلى ما يقارب 272 مليون مهاجر سنة 2019. هذا الارتفاع الكبير يصاحبه كذلك تزايد الاهتمام بالبحث في هذه الظاهرة. فظاهرة الهجرة تعتبر من العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي للدول سواء كانت الطاردة أو المستقطبة للمهاجرين، بما فيها الكفاءات الدولية بصفة عامة والكفاءات الجزائرية بصفة خاصة، والتي هي كذلك استنزفت بشكل كبير بسبب هذه الظاهرة، ولا زالت لحد الآن عرضة لها. وهذا ما أكده تقرير الدراسة التي أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية BCG بالتعاون مع موقع النتورك بعنوان Decoding Global Talent On-Site and Virtual في سنة 2020، حيث قاموا بدراسة عينة بقرابة 209 ألاف شخص على مستوى 190 بلد حول العالم بما فيها الجزائر، ليتبين أنه 83% من العينة الجزائرية المستجوبة يطمحون في الانتقال للعمل خارج البلد والبحث عن فرص أخرى، وهي نسبة مقارنة بالنسبة للمتوسط العالمي الذي يقارب 50% أو متوسط الدول الإفريقية الذي يقارب 71%. وعلى أساس هذه المعطيات فإن إشكالية البحث هي كالآتي: ما هي أسباب هجرة الكفاءات وما هي آثارها؟ ومحاور البحث تتمحور حول ثلاثة محاور. المحور الأول هو مفهوم وتاريخ هجرة الكفاءات، الذي سوف لن أتطرق إليه لأن الأساتذة الكرام تطرقوا إليه فيما سبق. المحور الثاني وهو أسباب هجرة الكفاءات. المحور الثالث هو آثار هجرة الكفاءات. فبالنسبة لأسباب هجرة الكفاءات فهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع: الأسباب الطاردة والأسباب الجاذبة والأسباب المترابطة. فبالنسبة للأسباب الطاردة نجد تهميش الكفاءات والمحسوبية في التوظيف. حسب دراسة للباحثة لبيب لويزا عن أسباب هجرة عينة من الكفاءات الجزائرية إلى الخليج، أن 60% من أفراد العينة لم يتحصلوا على منصب شغل مباشرة بعد التخرج. السبب الآخر هو الدراسة بالخارج.
وهذا يتعلق بالمنح التي تقدمها الدولة الجزائرية إلى الطلبة من أجل الدراسة بالخارج، بحيث أن 50% من الأدمغة الجزائرية لا تعود. نجد ضعف شبكة الأجور والرغبة في تحسين الظروف المعيشية، وهذا ما يؤكده تقرير الهجرة العالمي لسنة 2022 من خلال البيان التالي، بأن أكثر من 70% من العمال المهاجرون يتجهون نحو البلدان مرتفعة الدخل من أجل تحسين ظروفهم المعيشية. الأسباب الاجتماعية كالبيروقراطية والفساد، فحسب مؤشر الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية سنة 2014، أن أغلب الدول العربية ما عدا فلسطين حصلت على تقدير متوسط دون التقدير، الحد الأدنى العالمي الذي يبلغ 43 درجة. فبالنسبة للجزائر سجلت 36 درجة وجاءت في المرتبة المائة عالميا. عدم الاستقرار السياسي والأمني، حيث جاء في دراسة للمكتب الوطني للإحصاء في الجزائر سنة 1997 أن حوالي 410,000 جزائري غادروا الجزائر في فترة العشرية السوداء. نجد من أسباب البطالة، وهو سبب غني عن التعريف، إن ضمن الأسباب الطاردة كذلك انعدام تخصصات العمل وخاصة التخصصات الدقيقة، انخفاض الإنفاق على البحث العلمي حسب إحصائيات البنك الدولي، الإنفاق على البحث والتطوير من طرف الجزائر سنة 2017 نسبة 0.4% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة ضعيفة. الآن ننتقل إلى الأسباب الجاذبة، من بينها ومن أهمها سياسات الهجرة المنتهجة من أهم الدول المستقطبة للكفاءات، وكما يوضح الشكل الآتي، البلدان الأساسيان في استقطاب الكفاءات هما الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. نلاحظ من خلال البيان أن نسبة المهاجرين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تفوق 15% من النسبة الإجمالية للسكان، وما يعادل أكثر من 50 مليون مهاجر في أمريكا. وكذلك بالنسبة لكندا، فنسبة المهاجرين تفوق 20% من النسبة الإجمالية للسكان في كندا، بما يقارب 10 ملايين مهاجر. اهتمام الدول المستقطبة بالبحث العلمي، فحسب مؤشر البحث والتطوير والابتكار لعام 2020، نجد أن معيار الجزائر يعتبر منخفضا جدا مقارنة بالدول المستقطبة للكفاءات الجزائرية، وكذلك مقارنة بالمتوسط العالمي. عولمة الكفاءات عن طريق التكنولوجيا والوسائل المتقدمة، توفير الظروف الملائمة، ارتفاع معدلات الشيخوخة في الدول المستقطبة. كما يوضح البيان، نسبة ارتفاع الشيخوخة في الدول المستقطبة مقارنة بالدول الطاردة التي تعتبر نسبة الشيخوخة فيها منخفضة. الآن السبب الثالث، النوع الثالث، وهو الأسباب المترابطة، بحيث تقع الجزائر ضمن ممر الهجرة بين أفريقيا وأوروبا، ما يجعلها تعتبر منطقة عبور للهجرة الشرعية وغير الشرعية، وهذا موضح في البيان التالي لممرات الهجرة العشرون التي تشمل بلدان أفريقيا لسنة 2019. نجد أن ممر الجزائر فرنسا يحتل المرتبة الأولى بما يفوق 1.5 مليون مهاجر. الآن ننتقل إلى آثار الهجرة الكفاءات، والتي تنقسم إلى قسمين، الآثار السلبية والآثار الإيجابية. فبالنسبة للآثار السلبية للهجرة، نجد عدم الاستفادة من الكفاءات المهاجرة في التكوين. على سبيل المثال، بحث صحيح الأطباء الفرنسيين عام 2019 أن الأطباء الجزائريين يمثلون ما يفوق 10% من مجموع الأجانب العاملين بالمستشفيات الفرنسية. وكذلك نجد حسب دراسة المركز الوطني للاقتصاد التطبيقي أن عدد العلماء الذين هاجروا الجزائر إلى غاية نهاية 2014 يفوق 268 ألف عالم في كل التخصصات. الآثر السلبي الآخر، وهو الخسائر المترتبة على الإنفاق على الكفاءات المهاجرة. فحسب مقال للوزير الأسبق للتجارة إسماعيل قومزيان، فإن الجزائر خسرت ما يفوق 165 مليار دولار خلال ال30 سنة التي سبقت سنة 2016.
من بين الآثار السلبية الأخرى تطرق إليها الأسئلة الكرام من قبل، توسع الفجوة بين الدول المتخلفة والدول المتقدمة، تكريس التبعية، تحويل الثقافات، إضعاف القدرة القيادية والتنظيمية في المجتمع، انتشار الإحباط وسط الكفاءات التي لم تهاجر، التبعات السلبية على المهاجرين عند تعرضهم للعنصرية في بلاد. نجد أيضا من بين الآثار السلبية للهجرة عدم فاعلية البحوث العلمية الإنتاجية في البلدان الأصلية، وهذا ما يؤكده ترتيب الجزائر في المرتبة 114 من أصل 138 دولة فيما يخص البحث والتطوير والابتكار المندرج ضمن تقرير مؤشر المعرفة العالمي. إعاقة التوجه نحو اقتصاد المعرفة، حيث سجلت الجزائر في نفس ذات التقرير مرتبة 112 من أصل 138 بلد ضمن ترتيب مؤشر الاقتصاد لمؤشر المعرفة العالمي. وهنا نلاحظ في البيان التفاوت الكبير ما بين الجزائر والمتوسط العالمي والدول المستقطبة للكفاءات. من بين الآثار الإيجابية للهجرة نجد أهمها التحويلات المالية، ولكن تحقيق شراكة المعرفة العالمية حول الهجرة والتنمية كنومان لسنة 2020 احتلت المرتبة 67 عالميا والمرتبة 6 عربيا بالنسبة للتحويلات المالية بقيمة 1682 مليون دولار، وهي قيمة منخفضة مقارنة ببعض الدول كما يوضح البيان. خفض التوتر في سوق العمل على المستوى الوطني وتخفيض معدل البطالة وما ذلك من آثار إيجابية على المستويات جميع المستويات. تساعد على نقل المعارف والخبرات من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية وتطويرها في حالة عودة الكفاءات العلمية، وحتى من خلال ربط العلاقات العلمية مع بلدانهم الأصلية. وهذا البيان يوضح من خلال بحث قام به الأستاذ عزيز نافع، يوضح أن أغلب المستثمرين الجزائريين المهاجرين لديهم شهادات جامعية عالية، وأن أكثر من 75% من هذه العينة أعمارهم تقل عن 45 سنة بأي شباب. رغبة العديد من المستثمرين الجزائريين الاستثمار في الجزائر، وهذا ما يساهم في التنمية المحلية. فحسب الذات الدراسة التي قام بها الباحث عزيز نافع على عينة من المستثمرين الجزائريين، وجد عدة عوامل تساعد في عودة المستثمرين الجزائر، وهي تتضح في الشكل الآتي. عفوا استاذ، يعني كانت فيه انيماسيون تابع. الان الخاتمه تستخلص من خلال ما تطرقنا اليه ضمن هذا البحث اتساع الفجوه والتفاوت الكبير بين الدول المصدره للكفاءات بما فيها الجزائر والدول المستقطبه للكفاءات، الامر الذي يجعل من امكانيه الحد من هذه الظاهره بصفه عامه هجره الكفاءات بصفه خاصه امر شبه مستحيل في الوقت الحالي، بل وتعتبر الهجرة فرصة لإنقاذ واستثمار الأدمغة لقدراتهم بالنسبة للكفاءات التي ينعدم تخصصها في بلدانهم الأصلية، أو حتى الكفاءات التي استنفدت فرص توظيف طاقتها في بلدانهم الأصلية، وذلك إلى حين تقارب المستوى بين الطرفين، والذي يعتبر تحديا صعبا بالنسبة للدول الأصلية ولكنه ليس بالمستحيل. إلا أنه لا ينبغي علينا التشاؤم من هذا التفاوت ومن هذا الاستنزاف للكفاءات الوطنية ما دام أنها تتجه نحو مصدر المعرفة، وكل ما علينا فعله هو تغيير النظرة نحو هذه الظاهرة واعتبارها فرصة للتنمية المحلية مصدرا للكفاءات العلمية المهنية والمالية عن طريق ما يسمى بالدياسبورا. ولكن حسب ذات البحث الذي قام به الباحث عزيز نافع، أنه توجد عدة عوامل تعرقل إمكانية الاستثمار وعودة المستثمرين والكفاءات الجزائرية إلى الجزائر من خلال العينة التي قام بدراستها، بحيث يتضح أن بعض العوامل هي نفسها العوامل التي تتسبب في هجرة هذه الكفاءات كالبيروقراطية وعدم الاستقرار السياسي والفساد وغيره من الأسباب الأخرى.
وهذا ما يوجب علينا أخذ هذا الأمر بالجدية اللازمة من أجل معالجته. ونحن كباحثون ما يجعلنا نضع جملة من التوصيات التي تتمثل في مجموعة من المحاور البحث التي يمكن أن تساهم في معالجة هذه الظاهرة، كالقيام ببحث إحصائي متمثل في قاعدة بيانات تجمع مختلف الكفاءات تخصصاتهم ووجهاتهم، القيام ببحث قياسي عن القيمة المالية المعرفية للكفاءة المهاجرة باعتبارها فرصة للتنمية الداخلية، القيام ببحث قياسي حول معوقات عدم العودة الكلية أو الجزئية للكفاءة المهاجرة، القيام ببحث قياسي عن سبب القيمة المنخفضة للتحويلات الواردة. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وأتمنى أنني احترمت الوقت ولم أطل عليكم. أشكرك أستاذ على هذه المداخلة، وأشكر جامعة قسنطينة جامعة معسكر على هذه المداخلة التي تناولتها من جانب أو منظور إحصائي، قدمت فيه بعض الإحصائيات، والتي تمنيت أيضا لو أضفت لنا إحصائية عن نسبة البطالة ضمن خريجي الجامعات وضمن حاملي الشهادات العليا، لنقف على حجم معاناة هذه الفئة والأسباب الحقيقية التي غذت هجرتها إلى الخارج، لأنه نعرف أن العامل الاقتصادي هو المؤثر الكبير والعامل الطارد الأول لهذه الكفاءات، وبالتالي عندما نشوف النسبة نشوف حجم المعاناة الحقيقية لهذه الفئة. أشكرك أستاذ مرة أخرى، وأنقل الكلمة مباشرة إلى الأستاذة خليدة بعيطيش أو الأستاذ ديب حمام من جامعة جالمة وأم البواقي لتقديم مداخلتهما الموسومة بدور الكفاءات الوطنية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي. فليتفضلا إن كانا موجودين معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام. أستاذة، الصوت مسموع؟ مسموع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم سعادة الأساتذة والدكاترة، نشكركم على إتاحة هذه الفرصة لنا. عنوان المداخلة: دور الكفاءات الوطنية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي. دكتورة أبو سعدة، نعم. إذا ممكن الله يحفظك، مري للمتدخل الذي يليها في انتظار معالجة الإشكال، ربحا للوقت. شكرا لك. العفو. أدعو الأستاذة بجريدة فاطمة والأستاذة قاسمي سونيا لتقديم مداخلتهما المعنونة بدور الجامعة في ترقية الكفاءات العلمية لتحقيق التنمية من وجهة نظر الطلبة. هذا من المفروض راهم غايبين، مازالوا ما التحقوش بالجلسة. فوتي اللي بعدها نورمالمون يحاضر الأستاذ بن أشواق خالد. أستاذ بن أشواق خالد هو حاضر معنا. بن شولاق خالد نعم، من جامعة قسنطينة. إذا أدعو الأستاذ خالد بن شولاق من جامعة قسنطينة بتقديم مداخلته المعنونة بدور التعليم العالي في تكوين الإطارات العليا للمؤسسة، جدلية طبيعة التكوين ومتطلب الكفاءة، دراسة ميدانية من شركة الصيانة للشرق بقسنطينة. فليتفضل. مشكورا، السلام عليكم. ونعتذر يعني على تقديمه، ربما كان يتوقع أن المداخلة تاعه ما زالت متأخرة شوية. معليش معليش، السلام عليكم. وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. لله. بداية نشكر الأسرة الجامعية لجامعة محمد الباشي الإبراهيمي، وبالخصوص كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. نشكر كذلك مخبر الدراسات الاقتصادية ومخبر التطبيقات الكمية والنوعية لجامعة الرباية حول تنظيم هذا الملتقى الدولي الذي يحمل عنوان دور الكفاءات الوطنية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وفي هذا الإطار يعني تأتي دراستنا التي تحاول البحث دور التعليم العالي في تكوين هذه الإطارات المؤسسة، بين تناولت يعني الموضوع من حيث طبيعة التكوين الذي تقدمه الجامعة ومتطلب الكفاءة الذي تتطلبه المؤسسة للقيام بدورها. يعني هذا ملخص للإشكالية فقط، حيث حاول الباحثان في هذه المداخلة
يعني هذه الدراسات تسليط الضوء على دور التعليم العالي في توفير الإطار التعليمي للدولة من خلال محاولة الكشف عن طبيعة التكوين الجامعي وما إذا كان يستوفي ويلبي حاجات ومتطلبات المؤسسة الاقتصادية الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بمتطلب الكفاءة. وقد تركزت الإشكالية حول التساؤل الرئيسي التالي: هل يحقق التعليم العالي متطلب الكفاءة للإطار المؤسسة الاقتصادية؟ طبعا هذا الموضوع له أهمية من جانب اقتصادي، حيث بات من الواضح أهمية التعليم العالي بأي نهضة اقتصادية أو أي عملية إقلاع اقتصادي إذا يمكن الحديث عن ذلك من دون الحديث عن التعليم العالي ومؤسساته، بتناول طبيعة التكوين الذي يقدمه البرامج والمقررات التي يعتمدها. فكل المجتمعات المتقدمة ربطت بين تعليمها العالي وحاجات ومتطلبات نهضتها ودراستها، ودراستنا هذه تأتي في هذا السياق، حيث حاول الباحثان من خلالها الوقوف على ما إذا كان التعليم العالي في جامعاتنا يوفر هذه الكفاءة كأحد متطلبات النهضة والإقلاع الاقتصادي. أيضا لدينا الأهمية العلمية، فهذه الدراسة وإن كانت ميدانية إلا أنها تندرج تحت ما يعرف منهجيا بالبحوث الأساسية التي تبنى عليها وعلى نتائجها البحوث التطبيقية. وعليه أهمية هذه الدراسة تكمن فيما تقدمه من مادة علمية قد تشكل مع دراسات وأبحاث أساسية أخرى المنطلق المتكز لأبحاث ذات أغراض تطبيقية تتبناها جهات السلطة. أيضا لدينا الأهمية السياسية لهذا الموضوع، فلطالما سعى السياسيون والقادة في مراكز القرار إلى وضع خطة تنموية وانتهاج سياسات لتسيير أزمات اقتصادية، وكان أهم ما يميز سعيهم في ذلك البحث عن شخصية تمكنهم الاعتماد عليها لوضعها على رأس حكومة مثلا أو على رأس وزارة أو لتكليفها بإدارة مشروع يتبنى رؤية اقتصادية للبلاد مثلا. وهو ما يفسر أن كثير من القرارات السياسية هي انعكاس لمصلحة اقتصادية. وهذه الشخصية لابد وأن تكون شخصية متعلمة متخرجة من إحدى مؤسسات التعليم العالي، ولابد أن يكون أحد أهم عناصر اختيارها هو الكفاءة، وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة. أيضا لدينا أهمية المؤسسة الاقتصادية، فالمؤسسة الاقتصادية هي الميدان الذي تترجم فيه الخطط والسياسات، وهي أول ما يسلط عليه الضوء عند الحديث عن أي نهضة أو إقلاع اقتصادي، وهي المستهلك الأول لمخرجات التعليم العالي وتجسيد الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط والسياسات. ولدراسة هذا الموضوع دراسة علمية تتميز بالجودة والدقة، قمنا بتأسيس نظري للموضوع بالتركيز على ضبط وتحديد المفاهيم ببناء جهاز مفاهيمي يخدم الموضوع على غرار مفاهيم مثل التكوين الجامعي والمؤسسة الاقتصادية والكفاءة الإطار. كما قمنا بعرض لدراسة حبيب الله بن محمد التركستاني حول دور التعليم العالي في تلبية احتياجات سوق العمل السعودي، ودراسة كواشي سامية حول العلاقة بين التكوين بالجامعة والمؤسسة الاقتصادية، واللتان ساهمتا في تأطير هذا البحث منهجيا. بالنسبة للعينات، تم اعتماد العينة القصدية، وهي أسلوب لأخذ العينات حيث تم اختيار مفردات العينة بناء على حكم ذاتي غير عشوائي مما تتوفر فيه شروط البحث وممن يمكن الوصول إليه. المنهج المستخدم تم اعتماد المنهج الوصفي. بالنسبة لأداة البحث تم اعتماد المقابلة كأداة للبحث. يعني نمر الآن إلى مناقشة النتائج. فيمكن القول أنه من خلال عملية التفسير وتأويل لأجوبة الأسئلة المفتوحة للمقابلات خلصنا منها النتائج التالية. سجلنا بخصوص السؤال الفرعي الأول لإشكالية الدراسة الذي يتمحور حول هل يقدم التكوين الجامعي تخصصات تمنح الخريج المؤهلات والقدرات التي تسمح له بشغل منصب سامي بالمؤسسة. هذا سؤال خلصنا من خلاله إلى الوصول إلى عدم التعامل مع سوق العمل بشكل علمي وموضوعي بما يخ تقدم التخصصات العلمية في الجامعة ويجعلها تتوافق مع متطلبات المناصب في المؤسسة الاقتصادية، وهو ما يؤثر سلبا على عنصر كفاءة الإطار في المؤسسة أثناء تأديته لمهامه ووظائفه، ما يشكل عائقا أمام أي عملية للإقلاع الاقتصادي. فقد سجلنا في إجابات الحالات المتخصصة في مجال العلوم الإنسانية بخصوص السؤال الأول كالحالة المتخصصة في التسيير والحالة المتخصصة في المحاسبة والمالية، والتي أجرينا معها مقابلات، أن ما تم دراسته بالجامعة
لا يخدم ولا يتماشى مع طبيعة المناصب في المؤسسة، ما صعب من عملية التكيف مع المناصب ومتطلباته العملية. أما الحالة المتخصصة في الإعلام الآلي، ورغم أن مجالها تقني فقد عللت عدم تماشي التخصصات الجامعية في ظل التغيرات المرافقة للنظام الإعلامي، حيث أن هذا النظام يعتمد على تخصصات دقيقة، والمؤسسة لا يمكنها الاستفادة من خريج الإعلام الآلي تخصصه برمجة مثلا. فمنصب مهندس إعلام آلي في المؤسسة يتطلب أكثر من مهارات البرمجة، وهو ما يؤثر سلبا على عملية التوظيف في المؤسسة، إذ لا يمكن للمؤسسة توظيف مثلا 3 خريجين بثلاث تخصصات دقيقة لشغل منصب واحد. استيراد البرامج الجامعية من الخارج ووضع المقررات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار متطلبات سوق العمل الجزائري، ويمكن أن نقول أن هذه التخصصات الدقيقة تتماشى مع سوق العمل في الدول المتقدمة التي بها شركات متخصصة في مجال الإعلام الآلي، مجال التشفير والأمن، الشبكة والأنظمة إلى غيره، كشركة أبل وسامسونج وغيرها. في حين سجلنا تأكيد الحالات المتخصصة في المجالات التقنية والتي أجرينا معها مقابلات، كالحالة المتخصصة في الإلكترونيك والحالتين المتخصصتين في الميكانيك، بخصوص السؤال الأول على أن ما تم دراسته بالجامعة يخدم ويتماشى مع متطلبات مناصب العمل في المؤسسة، ويرجع هذا بالأساس إلى طبيعة نشاط المؤسسة المتخصصة في الصيانة الصناعية. بخصوص السؤال الفرعي الثاني الذي يتمحور حوله، هل يحظى التكوين الجامعي بثقة المؤسسة الاقتصادية من حيث نوع الإطارات المتخرجة؟ سجلنا غياب التكوين الجامعي المهني واعتماد الجامعة على التكوين الأكاديمي البحث الذي لا يمنح خريج الجامعة المؤهلات والقدرات لشغل منصب سامي في المؤسسة الاقتصادية فور تخرجه، ويجعله لا يحظى بثقة المسؤولين في المؤسسة الاقتصادية نظرا لتكوينه الأكاديمي الذي لا يوفر له عنصر الكفاءة كمتطلب لأداء مهامه ووظائفه، وهو ما بدا واضحا في إجابة كل الحالات التي أجرينا معها المقابلات بخصوص السؤالين الثاني والثالث من المقابلة، وهو ما خلصت إليه كذلك دراسة محمد التركستاني وكذلك كواشي سامير. رغم ذلك، فإن التكوين الجامعي الأكاديمي وفي ظل عدم تأمينه لمتطلب كفاءة الإطار في المؤسسة الاقتصادية، إلى أنه يتيح لخريج الجامعة إمكانية التكيف مع المهام والوظائف التي تسند له. سجلنا كذلك بخصوص السؤال الفرعي الثالث لإشكالية الدراسة الذي يتمحور حوله، هل هناك علاقة وتواصل بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية؟ عدم انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي في ظل عدم وجود علاقة سوسيو اقتصادية بينها وبين المؤسسة الاقتصادية، وهذا ما لمسناه بشكل واضح في إجابة كل الحالات التي أجرينا معها المقابلات بخصوص السؤالين الخامس والسادس وهو من المقابلة، وهو ما يعيق تحقيق متطلب كفاءة الإطار، والذي يقوم أساسا على الفارق في مستوى تعليم الأيدي العاملة، خاصة في ظل ما يعرف بالاقتصاد المعرفي، وهو ما أشرت إليه كذلك نتائج الدراسات السابقة التي تناولناها. وهنا يمكن القول أنه من خلال النتائج المتحصل عليها وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة والتي جاءت متطابقة مع نتائج دراستنا، أن طبيعة التكوين الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي لتحسين متطلب كفاءة الإطارات العليا للمؤسسة، وهو محل التساؤل الرئيسي لإشكالية هذه الدراسة، لا يحقق تطلعاتها للقيام بدورها في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، نظرا لعدم انسجام وعدم توافق التكوين الجامعي مع متطلبات عملية الإقلاع الاقتصادي. فحتى التخصصات التقنية كالإلكترونيك والميكانيكا التي عبر المتخصصون فيها على تطابق تخصصاتهم مع متطلبات المناصب في مؤسساتهم، إلا أنهم اعتبروا التطابق تطابقا نظريا بحتا، حيث يشكو الخريج ويعاني بشكل كبير وتعاني معه المؤسسة الاقتصادية من النقص الكبير في الجانب العملي التطبيقي، ما يجعل المؤسسة تؤجل استفادتها من الخريج إلى حين اكتسابه للجانب التطبيقي العملي الذي قد يستغرق مدة طويلة نسبيا حتى يكتسب الكفاءة ويكون قادرا على تقديم الإضافة للمؤسسة لتقوم هي الأخرى بدورها في عملية الإقلاع الاقتصادي، الأمر الذي يطرح من جديد ما يتم تداوله من حين لآخر بضرورة اعتماد البكالوريا المهنية والجامعة المهنية التي تكون برامجها ومقرراتها ومقاييسها مشكلة ومبنية بصفة خاصة على أساس متطلبات سوق العمل في إطار متطلبات عملية الإقلاع الاقتصادي. بالنسبة للتوصيات، يعني بناء على هذه النتائج وصلت الدراسة إلى أوسط الدراسة بما يلي: ضرورة إجراء دراسات حول متطلبات سوق العمل واحتياجات عملية الإقلاع الاقتصادي،
وأوصت كذلك بضرورة انفتاح الجامعة على محيطها السوسيو اقتصادي بإقامة جسور تواصل بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية بغرض تفعيل التغذية الراجعة وتنشيط عملية رجع الصدى التي من شأنها أن تكشف على الهوى بين واقع التكوين الجامعي للإطارات العليا وما هو معمول به في مؤسسات التعليم العالي من جهة وبين متطلبات المؤسسة الاقتصادية من جهة أخرى، ما من شأنه أن يسهم في تحقيق عملية الإقلاع الاقتصادي. كما أوصت كذلك هذه الدراسة بتركيز الاهتمام على موضوع البكالوريا المهنية والتعليم الجامعي المهني بتوسيع المناقشات وعقد الملتقيات والمؤتمرات العلمية بمشاركة كل الأطراف المعنية من مسؤولين وباحثين وأساتذة جامعيين بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وكل الأطراف المعنية من مسؤولين وإطارات عليا بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية. هذا يعني كل ما جاء في هذه المداخلة. نشكركم على إتاحتكم الفرصة وبارك الله فيكم. كانت راحت لي كلمة وكنت سأوقفك لأنك تجاوزت الوقت بشيء كثير. أشكرك أستاذ على هذه المداخلة التي أراها شيقة لأنك عرجت بنا إلى فكرة جديدة وهي فكرة هي الإضاءة على فكرة الشراكة والتوأمة بين مراكز البحث ممثلة بالجامعات وبين القطاع الاقتصادي ممثلا بالمؤسسات في إنتاج وتخريج الكفاءات. وهنا تطرح إشكاليتين في غاية الأهمية، يعني أتمنى من بعد يثرى فيها النقاش، اللي هي أولاً مساهمة القطاع الاقتصادي في تكوين الكفاءات من خلال تقدير الاحتياجات ومن هذه الكفاءات، وثانياً تمويل هذه الكفاءات، لأنه كما نعلم أنه أغلب الدول المتقدمة باش تقدمت جانب البحث والتطوير فيها هو أنه المؤسسات الاقتصادية لعبت دور كبير في تمويل البحث والتطوير. نلاحظ أن هذه النسبة تاع تمويل البحث والتطوير من خلال المؤسسات الاقتصادية خاصة منها أو عمومية يتجاوز 30% في أغلب الدول المتقدمة، يلحق حتى 70%. لكن يسمى هنا عندما نمول البحث والتطوير رانا نمول وفق الاحتياجات سوق العمل، وفق الاحتياجاتنا، وبالتالي نخرج الكفاءة اللي نحتاجها. نتمنى بعد هذا النقطة تثرى من خلال هذه المداخلة التي أشكر الأستاذ كثيرا عليها، وأنتقل مباشرة إلى المداخلة العائدة للأستاذة بوجريدة فاطمة التي طلبت الكلمة بتواجدها في الغرفة وتجاوزناها لتقدم لنا مداخلة بعنوان دور الجامعة في ترقية، يعني نبقى في نفس السياق، هو دور الجامعة، دور الجامعة في ترقية الكفاءات العلمية لتحقيق التنمية من وجهة نظر بعض الطلبة. تتفضل معنا الأستاذة. أتمنى فقط من الأساتذة المتدخلين يكونوا مجدين مسبقاً لكرون تاعهم باش مباشرة يبارطاجي، ما يقعدش يحوس على المداخلة، نربحوا شوية الوقت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في بداية الأمر أتقدم بشكر جزيل للقائمين على هذا الملتقى والصاهرين على إعداده، حيث قمنا بإعداد مداخلة حول دور الجامعة في ترقية الكفاءات العلمية لتحقيق التنمية من وجهة نظر الطلبة، وهي عبارة عن دراسة ميدانية على مجموعة من الطلبة الذين بلغ عددهم 20 طالب عن طريق توزيع استمارة إلكترونية. طبعا كما قلت قمنا بإعداد مداخلة حول دور الجامعة في ترقية الكفاءات العلمية، حيث تعتبر الجامعة إحدى أهم المؤسسات التي تعتمد أو يعتمد عليها المجتمع في التطور والتقدم، طبعا وذلك من خلال الموارد البشرية التي تعمل على تخريجها عبر دفعات مختلفة، حيث تعمل المؤسسات الجامعية على تأهيل مدخلاتها من الطلبة عن طريق التكوين والتدريب والتأهيل خلال السنوات الدراسية والتكوينية التي تعتمدها وتتبعها كل جامعة بمختلف تخصصاتها. تصبح بعد هذه المدخلات أو المدخلات كفاءات علمية مؤهلة تخرج لخدمة المجتمع وتطويره. فبما أن التعليم الجامعي يعتبر ضرورة من ضرورات إعداد الكفاءات العلمية للإنتاج والبحث العلمي والتطوير ورفع المستوى الفكري والعلمي والإنتاج لخريجي الجامعات من الكفاءات العلمية، قد دأبت الجامعات الجزائرية والجامعة الجزائرية وغيرها من الجامعات منذ سنوات إلى ترقية هذه الكفاءات والحفاظ عليها من خلال مجموعة من الأساليب والاستراتيجيات، وذلك باعتبارها القالب الذي يعمل على تشكيل رأس المال البشري. إلا أنه بالرغم من محاولة الجامعة الجزائرية الاهتمام بترقية هذه الكفاءات، فإن أغلب المختصين والباحثين يرون بأنه من الواجب إعادة النظر في هذه التساؤلات وتطويرها، وذلك نظرا للدور الذي تلعبه الجامعة كمؤسسة تعليمية يقع على عاتقها ترقية الكفاءات العلمية لتحقيق التنمية.
وعليه وبناء على ما تقدم قد حاولنا من خلال هذه المداخلة تسليط الضوء على دور الجامعة في تقوية الكفاءات العلمية لتحقيق التنمية، وذلك من خلال الإجابة على مجموعة من التساؤلات. أما التساؤل الرئيسي فقد ورد كما يلي: كيف تعمل الجامعة على تقوية الكفاءات العلمية لتحقيق التنمية؟ لتليه تساؤلات أخرى فرعية على النحو الآتي: ما مدى مساهمة الكفاءات العلمية في تحقيق التنمية؟ ما هي التحديات تواجه الجامعة الجزائرية في إنتاج هذه الكفاءات العلمية؟ ما هي الأساليب التي يجب على الجامعة الجزائرية إنتاجها في عملية التكوين لتغطية الكفاءات العلمية من أجل التنمية؟ من خلال الأسئلة المذكورة أعلاها وعلى ضوءها قمنا بصياغة مجموعة من الفرضيات تتفرع بذاتها من فرضية عامة إلى فرضية أخرى فرعية. الفرضية العامة قد جاءت كما يلي: تعمل الجامعة على ترقية الكفاءات العلمية من خلال برامج التكوين المسطرة والبحوث العلمية المنجزة. أما الفرضيات الفرعية فقد وردت كالآتي: تساهم الكفاءات العلمية مساهمة إيجابية في تحقيق التنمية. تواجه الجامعة الجزائرية تحديات كثيرة لإنتاج كفاءات علمية مؤهلة، أهمها غياب استراتيجيات محددة لاستغلال هذه الكفاءات استغلالا جيدا. كذلك على الجامعة الجزائرية وضع أساليب جديدة لتطوير عملية التكوين والنهوض بالبحث العلمي وترقية الكفاءات من أجل تحقيق التنمية. مجالات الدراسة: فيما يخص المجال البشري يتمثل في عدد من الطلبة على اختلاف مستوياتهم وتخصصاتهم وأماكن طبعا دراستهم، وذلك على اعتبار أنها استمارة إلكترونية. عينة الدراسة وكما سلفت الذكر اشتملت هذه الدراسة على عينة متكونة من 20 طالب تم اختيارهم بصفة قصدية عشوائية عن طريق استمارة إلكترونية، وذلك نظرا لصعوبة توزيعها بطريقة مباشرة بسبب الوباء كورونا المستجد. أما فيما يخص منهج الدراسة فقد استخدمنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي، حيث قمنا بوصف الدور الذي تلعبه الجامعة في ترقية الكفاءات العلمية لتحقيق التنمية من وجهة نظر الطلبة، من خلال وصف اتجاهات المبحوثين حول الكفاءات العلمية ودورها في عملية التنمية ومدى معرفتهم بأهم الأساليب والوسائل المعتمدة في ذلك من طرف الجامعة الجزائرية. أدوات الدراسة: اعتمدت هذه الدراسة على الاستمارة كأداة لجمع البيانات من المبحوثين، حيث اعتمدت الاستمارة الإلكترونية في دراستنا هذه على مجموعة من المحاور. طبعا المحور الأول يحتوي على محور البيانات الشخصية، المحور الثاني هو دور الجامعة في تقوية الكفاءات العلمية وأهم التحديات التي واجهتها، المحور الثالث هي مساهمة الكفاءات العلمية في عملية التنمية، المحور الرابع اللي هو يحتوي على الأساليب والوسائل التي تعتمدها الجامعة الجزائرية لإنتاج الكفاءات العلمية. كما تضمن طبعا كل محور مجموعة من الأسئلة. المحور الأول يتضمن على 3 أسئلة، المحور الثاني يتضمن على 7 أسئلة، المحور الثالث يشتمل على 6 أسئلة، أما المحور الرابع فقد اكتفينا بسؤالين. طبعا في الأخير فقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج. عرض النتائج في ضوء الفرضية الأولى طبعا، حيث توصلت الدراسة إلى أن الجامعة طبعا كانت الفرضية صياغة الفرضية كالآتي: تعمل الجامعة على تقوية الكفاءات العلمية من خلال برامج التكوين المسطرة والبحوث العلمية المنجزة، حيث تبين لنا من خلال نتائج بعض الجداول أن الجامعة يمكنها ترقية الكفاءات العلمية إذا ما اعتمدت على استراتيجية الاهتمام بالبحث العلمي والقيام بإصلاحات على مستوى المواد التكوينية المدرسة، من خلال ما تقدم يتضح لنا طبعا بأن الفرضية الرئيسية اللي احتوت على أن الجامعة تعمل على ترقية الكفاءات العلمية، نعم هناك تحقق كبير لهذه الفرضية، بحيث أن الجامعة هي تعتبر القلب الذي يتبنى جميع الكفاءات، إلا أنه يجب الاهتمام ووضع استراتيجيات محددة لتحقيق أو لترقية تلك الكفاءات. فيما يخص النتائج، عرض النتائج في ظل الفرضية الفرعية طبعا الأولى، حيث صيغة الفرضية كالآتي: تساهم الكفاءات العلمية مساهمة إيجابية في تحقيق التنمية، وقد تبين لنا بأن الجامعة الجزائرية لا تساهم مساهمة إيجابية في تحقيق التنمية. طبعا وهذا
هذا ما يوضح بعض الجداول منهم الجدول رقم 15 في الدراسة، ووضحنا بأن معظم المسؤولين غير راضين عن مساهمة الكفاءات العلمية الجزائرية في عملية التنمية. طبعا وضعوها ولا أوردوها إلى عدة أسباب، منها عدم الاهتمام بالطالب في طبعا الطلبة المتميزين في الجامعة، عدم الاهتمام بالبحث العلمي، عدم توفير جميع الوسائل والأساليب المساعدة على الدفع بهم إلى الأمام. من خلال ما تقدم يتضح لنا بأن هذه الفرضية لم تتحقق، بمعنى أن الكفاءات العلمية لا تساهم مساهمة إيجابية في تحقيق التنمية، وخاصة في الجامعة الجزائرية، باعتبار على أنه الكفاءة العلمية عدم توفر الوسائل، بالتالي عدم قدرتها على المساهمة الإيجابية. عرض النتائج في ضوء الفرضية الفرعية الثانية، حيث صيغت كالآتي: توجه الجامعة الجزائرية تحديات كثيرة لإنتاج كفاءات علمية مؤهلة، أهمها غياب استراتيجيات محددة لاستغلال هذه الكفاءات استغلالا جيدا. فيما يخص هذه الفرضية، طبعا طرحتنا من خلال بعض الجداول اللي هو رقم 11 ورقم 16 في المداخلة، وفي سؤال مباشر كذلك وجه للمبحوثين، بأن الجامعة الجزائرية لها مجموعة من التحديات، كما تصبح أنهم التحديات غياب استراتيجيات والوسائل المساعدة على أنه تنتج الجامعة كفاءات علمية مؤهلة. أما فيما يخص عرض النتائج في ضوء الفرضية الثالثة والتي صيغت على الشكل التالي: على الجامعة الجزائرية وضع أساليب جديدة لتطوير عملية التكوين والنهوض بالبحث العلمي وترقية الكفاءات العلمية، وتأكد لنا ذلك من خلال بعض الجداول، مثلا رقم 16 و10، طبعا ومن خلال إجابات بعض المبحوثين في أسئلة مباشرة، يعتبرون بأن الجامعة الجزائرية ليست لديها أساليب معينة لترقية الكفاءات العلمية لتحقيق التنمية، وأنه يجب عليها وضع مجموعة من الأساليب والوسائل، مثل القيام بتكوين عالي الجودة ويكون خاص بالكفاءات العلمية، إضافة إلى مسيرة التطور والتقدم. وعليه فإن هذه الفرضيات طبعا منها ما تحقق ومنها ما لم يتحقق، وخاصة في دور الجامعة الجزائرية في ترقية الكفاءات العلمية. طبعا في الأخير هنالك مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي أوردناها في المداخلة. من خلال ما تقدم يتضح بأن ترقية الكفاءات العلمية هي مهمة تقع على عاتق المؤسسة الجامعية، باعتبارها المؤسسة القادرة على تبني وتطوير هذه الكفاءات، وذلك من أجل النهوض بالعلم والاقتصاد لمواكبة وحاولت الجامعة الجزائرية وحاولت منذ السنوات الأخيرة وضع مجموعة من الأهداف والاستراتيجيات لتحقيق تنمية في رأس المال البشري، وبالتالي تنمية الكفاءات العلمية لتصبح قادرة على تحقيق التطور. إلى أن هذه الخطط والأهداف بقيت حبيسة القوانين والأدراج ولازالت حبر على ورق، الشيء الذي وقف دون تحقيق الجودة على مستوى الكفاءات العلمية، وبالتالي عدم الوصول إلى التنمية. وعليه فقد قمنا بإدراج مجموعة من التوصيات والاقتراحات، منها فتح مجال البحث العلمي وإعطاء الفرصة لكل من يحمل مشروع بحث حتى وإن لم يكن من الأوائل، والتشجيع على المنافسة، التغيير الجذري في المناهج وإعادة تكوين الأساتذة، والانفتاح على الجامعات العالمية والتطور التكنولوجي، محاولة تحديث الجامعة بالوسائل التكنولوجية المتطورة والحديثة. كذلك يجب على الجامعة الجزائرية الاهتمام بالجانب التطبيقي والميدان في جميع التخصصات، ومنح الامتيازات للطلبة المتفوقين وفتح أبواب العمل لهم. وفي الأخير أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا الملتقى. أشكرك أستاذة على هذا الإلقاء المحكم وعلى هذه المداخلة التي أراها مكملة لسابقتها، حيث تناولت فيها التكوين في الجامعة وأثره على سوق العمل. وقبل ما نتكلم على التكوين، نحاول نشير إلى التوجيه في البداية، لأن التكوين في الجامعات الجزائرية هو تكوين للعدد وليس للكيف أو المتطلبات سوق العمل، لأنه نلقوا أغلب الطلبة يتوجهوا إلى العلوم الاقتصادية والاجتماعية يعني بأعداد كبيرة، لكن وين المهارة؟ مثلا كان نجي نبحث أنا في السوق على ميكانيكي أو ماسون أو هذول اللي هما مفروض تكوين مهني، حتى ويكون في كفاءة عالية
اللي يتخرجوا الجامعه ما نلقاش، لانه التوجيه يكون باعداد قليله لا تفي احتياجات سوق العمل. هذا من جهه، ومن جهه اخرى نطرح تساؤل هو انه هل القطاع الاقتصادي عنده دور فعلي في توجيه الجامعه نحو تكوين الكفاءات التي تتطلبها؟ يعني دور القطاع الاقتصادي في التكوين، في الاستقطاب، وفي اقتراح مجالات التكوين ومحتويات التكوين في حد ذاته. نحاول يعني في المناقشه نثري هذه الامور مع الأستاذة، بما أنه يعني تناولت هذا الموضوع بشكل مسهب وخضعت من خلاله آراء مجموعة من الطلبة، باش نوقف على آراء الطلبة أصلاً وآراءهم في هذا التكوين الذي يتلقونه. نمر مباشرة إلى المداخلة التالية والعائدة للأستاذ دريد الوردي، نصير ياسمينة أو عبد الحق أميرة من جامعة خنشلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. تحية الإسلام أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عطرة أزفها إليكم. أنا الطالبة نصير ياسمينة من جامعة العربي التبسي ولاية تبسة. مدخلتي أنا وزملائي تندرج ضمن المحور الثاني اللي هو هجرة الأدمغة، مظاهرها، أسبابها، تحدياتها، وآليات الحد منها. بداية حاولنا من خلال هذه المداخلة إعطاء بعض المفاهيم البسيطة لمصطلح هجرة الأدمغة، كما حاولنا قدر المستطاع الإلمام بهم الأسباب التي حركت هذه الظاهرة والانعكاسات الناجمة عنها، وفي الأخير أدرجنا بعض الحلول الممكن اتباعها من قبل الدولة الجزائرية من أجل التقليل من هذه الظاهرة السلبية التي اكتسبت مكانة خاصة في الآونة الأخيرة، نظراً للأهمية البالغة لهذه الفئة التي استطاعت أن تحقق نجاحات علمية وتكنولوجية غيرت بها مستقبل البشرية في العالم كافة، كما ساهمت بشكل كبير وفعال في تقدم الأمم التي هاجرت إليها. ونظراً كما قلنا للأهمية البالغة لهذه الفئة، عملت العديد من الدول والحكومات بما فيها الدولة الجزائرية من أجل البحث عن الأسباب الفعلية التي أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة والبحث عن السبل والحلول من أجل الحد منها. نعم، ومن أجل إلمام وللإلمام بموضوعنا طرحنا الإشكالية التالية: ما هي الأسباب المؤدية إلى هجرة الأدمغة الجزائرية، وكيف يمكن استقطابها والقضاء على الآثار السلبية الناجمة عن هروبها؟ بداية حاولنا إعطاء بعض التعريفات لمصطلح هجرة الأدمغة، حيث يمكن القول بأن مصطلح هجرة الأدمغة برز في أدبيات البحث في خمسينيات القرن العشرين كترجمة للمصطلح الإنجليزي برين درين، كتعبير عن مغادرة عدد كبير من المهندسين والعلماء البريطانيين إلى الولايات المتحدة. تعددت التعريفات، وربما أهم تعريف يعني لفت انتباهنا هو تعريف منظمة اليونسكو التي عرفته بأنه نوع من أنواع التبادل العلمي غير العادل، نظراً لكونه دائماً ما يصب في مصلحة البلد المستقبل ويحرم الموطن الأصلي المهاجر من الحصول على أي فوائد. بالنسبة لأسباب هجرة الأدمغة هي الأخرى كثيرة ومتعددة، حيث استطاع ويليام غليرز أن يحدد دوافع هجرة الكفاءات في دراسة قدمها لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بعنوان هجرة الكفاءات، ما نعرفه وما تحتاج إلى معرفته، حيث حمل مسؤولية هجرة الأدمغة من بلدانهم إلى الدور السلبي لهذه البلدان نتيجة عدم قدرتها على توفير المناخ الملائم والمستقبل لهذه الشريحة من المجتمع، بالإضافة إلى الإغراءات التي تقدمها الدول الجاذبة لهذه الكفاءات،
حيث قسم عوامل هجرة الكفاءات إلى قسمين، عوامل طاردة وعوامل جاذبة. بالنسبة لعوامل الطرد أو عوامل الدفع، فهي تشير إلى جملة الأسباب والمعوقات التي تؤثر سلباً على عملية التطور الفكري والعلمي في المجتمع، مما يشجع أهل العلم إلى تبني قرار الهجرة. ومن أبرز هذه الأسباب نذكر عنا أولاً، لدينا ما يعرف بالاستقرار السياسي والاجتماعي، ونقصد بذلك الأوضاع السياسية المضطربة للدول. فما تعيشه دول العالم، خاصة دول المتخلفة، من اضطرابات سياسية ومن حروب ومن لا استقرار سياسي، كلها عوامل ساهمت بشكل كبير وفعال جداً في هروب الفرد من موطنه إلى موطن آخر بحثاً عن الاستقرار والأمان. العامل الثاني اللي هو البحث العلمي ومسألة الاهتمام به والإنفاق عليه، فنشاط البحث العلمي يعتبر القطاع المسؤول عن إنتاج المعرفة، ومدى الاهتمام به يعكس مدى تطور الدول، وهذا ما لا تعرفه الدول المتخلفة بما فيها الجزائر. إلى ذلك نجد تدني ترتيب الجامعات الجزائرية من ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، معتمدين في ذلك على مجموعة من المؤشرات ذات المعايير العالمية كجائزة نوبل للعلوم وجائزة فيلد للرياضيات وغيرها. العامل الآخر هو ضعف جودة التعليم العالي الذي لم تخضع مقرراته الأكاديمية للتحديث، ولم تواكب متطلبات المعرفة، بالإضافة إلى طرق تدريس غير ملائمة. كل هذه الأسباب وغيرها دفعت بالكفاءات الجزائرية إلى الهجرة للبحث عن جو آخر يتلائم وطموحاتهم. كما نجد انتشار الفساد في الوسط العلمي والمهني، فأغلب الكفاءات العلمية تجد نفسها تعيش في مناخ علمي وعملي تخضع فيه توزيع المناصب للوساطة والمحسوبية والبيروقراطية دون مراعاة الكفاءة العلمية ومكانتها. بالإضافة إلى ذلك، نجد ابتكار الجامعة الجزائرية كغيرها من الجامعات العربية إلى وسائل وإمكانات البحث العلمي. بين قوسين نجد هنا نقصد بالوسائل الأدوات والأجهزة والكتب وغيرها من الوسائل. فالثورة التكنولوجية التي شهدها العالم المتقدم خلقت فجوة تكنولوجية وعلمية فصلت الدول المتقدمة عن بعضها البعض، ناهيك عن ما أحدثته من تباعد علمي وثقافي بين العالمين المتقدم والمتخلف. كذلك نجد عدم مشاركة الكفاءات في اتخاذ القرارات، ناهيك عن الإجراءات الإدارية المعقدة التي تصعب على الباحث إنجاز مهامه وتشعره بالملل والقلق، وهذا للأسف الشديد واقع ملموس نعيشه جميعنا. أضيف إلى ذلك، نجد ضعف أو انعدام القدرة على استيعاب أصحاب الكفاءات الذين يجدون أنفسهم إما عاطلين على العمل أو لا يجدون عملاً يناسب اختصاصاتهم في بلدانهم. عدم وجود فرق خاصة بالباحثين، فبالإضافة إلى نقص الدعم والمتابعة للباحث من الهيئات المشرفة، نجد انعدام الحوافز المشجعة على متابعة البحث، كعدم توفير بيئة مناسبة للبحث والإبداع. نضيف إلى ذلك أو نتوقف عن هذا الحد ونمر إلى عوامل الجذب. كما أدرجنا سابقاً أن هجرة الكفاءات لن تحركها فقط الأسباب الطاردة للأفراد، وإنما هناك عوامل جاذبة استخدمتها الدول المتقدمة من أجل استقطاب الكفاءات البشرية خدمة لمصالحها. تتمثل هذه العوامل في عندنا النقطة الأولى اللي هي اهتمام الدول المستقطبة بالبحث العلمي، حيث تعمل الدول المتقدمة على التركيز والاهتمام بالبحث العلمي من خلال توفير البيئة المناسبة لجميع الكفاءات دون تمييز عرقي أو ديني. النقطة الثانية اللي هي الإنفاق الكبير الموجه نحو البحث العلمي. النقطة الثالثة اللي هي التشجيع الذي تمنحه الدول المتقدمة لذوي الكفاءات من خلال سن مجموعة من القوانين والتشريعات التي تسمح لهم بتسهيل عملية الوصول واختيار وجذب أكبر عدد ممكن من العقول. إنشاء العديد من المؤسسات البحثية من أجل استقطاب الكفاءات. كذلك نجد عنصر مهم جدا اللي هو الاستقرار السياسي وانتشار الديمقراطية وحرية التعبير واحترام كرامة الإنسان والانضباط في العمل، كلها عوامل سياسية واجتماعية ساهمت بشكل كبير في جذب الكفاءات. نقطة أخرى اللي هي الانفتاح
العالمي، خاصة في ظل التطور الذي يشهده العالم وتماشيا مع متطلبات العولمة، أين تسعى العديد من الدول خاصة دول الاتحاد الأوروبي إلى جذب الكفاءات العلمية إليها خدمة لمصالحها العلمية والاقتصادية. وكذلك نتطرق إلى عنصر مهم جدا اللي هو ارتفاع معدلات الأجور والمحفزات التي تستقطب الكفاءات العلمية في الدول المتقدمة. بالنسبة للآثار السلبية لهجرة الأدمغة هي الأخرى كثيرة ومتعددة، فمن بين أهم هذه الآثار نجد الخسائر المادية المترتبة عن هجرة الأدمغة، فعملية تكوين طلبة طلب أموال طائلة، حيث تنفق الدولة الجزائرية على كل طالب جامعي حسب الاختصاص ما بين 200 و400 يورو شهرياً، ما شكل هدم للأموال سواء أموال الدولة أو الأموال الخاصة، نظراً لعدم انتفاع الدولة من هذه الكفاءات بسبب رحيلها إلى الخارج وتأثيرها سلبياً أو سلباً عفواً على عملية التنمية في البلاد. الانعكاس الثاني أو الأثر السلبي الثاني هو العجز في التأطير الجامعي، إذ نجد أنه رغم الكفاءات الكثيرة والتي تتخرج من الجامعات الجزائرية إلا نظراً إلى رحيلها وهروبها من الدولة نجد عجز كبير في التأطير الجامعي. كذلك فقدان الدول النامية بما فيها الجزائر لعديد من أو لعدد كبير من الطاقات والكوادر في مختلف التخصصات، الأمر الذي سيكون حائلاً أو عائقاً في وجه تطورها وتقدمها. ضف إلى ذلك نجد التأثير السلبي على واقع التنمية البشرية والاقتصادية وضياع الجهود والطاقات الإنتاجية عفواً، وانخفاض معدل العلم والمعرفة كنتيجة لفرار الكفاءات ونقصها داخل الوطن. بالنسبة للحلول المقترحة للحد من ظاهرة هجرة الأدمغة، فقد خلصنا في الأخير أنه وجب على الدولة الجزائرية اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحد قلنا من هذا المشكل الذي أصبح يؤرق الدولة الجزائرية، وذلك من خلال وضع جملة من الحلول التي بإمكانها التقليل من هذه الظاهرة، وذلك من خلال عنا توفير المناخ العلمي المشجع على البحث عن طريق تدليل كل العقبات أمام الباحثين وتوفير الحماية لهم. النقطة الثانية محاولة حصر وفهم الأسباب الطاردة للكفاءات والعمل على الحد منها. النقطة الثالثة هي الاهتمام بالباحثين من خلال الإحاطة بهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تحفيزهم بشكل دائم من خلال الزيادة في الأجور وتوفير متطلبات الحياة الكريمة. تأسيس مجلس أعلى للباحثين على المستوى الوطني للتكفل بانشغالاتهم والرفع من مكاناتهم. إعادة إصلاح الجامعة ومواكبة التطورات العلمية التكنولوجية الحاصلة في العالم. إصلاح المقررات الدراسية الجامعية بما يتلائم مع عصر التكنولوجيا والمعلوماتية. محاربة البيروقراطية الإدارية المتفشية داخل إدارات الدولة. استحداث أكاديمية وطنية للسهر على تطوير الأبحاث واستشراف المستقبل العلمي. التركيز على تطوير العلوم والبحوث الأساسية أولاً ثم التطبيقية ثانياً. توفير الكتب والمجلات العلمية والدراسات اللازمة لإثراء مكتبات البحث والرصيد المعرفي للباحثين. بناء شبكة معلوماتية وطنية تكون بمثابة بنك معلومات وقاعدة بيانات ضخمة توضع تحت تصرف الباحثين. وتوفير الإمكانات اللازمة للحد من هجرة الأدمغة والكفاءات التي شكلت نزيفاً خطيراً من مؤسسات البحث العلمي، بالإضافة إلى تثمين الأبحاث العلمية والقيام بحركة ترجمة كبيرة وشاملة لأهم مؤلفات الباحثين الجزائريين. ونجد في الأخير رسم سياسات اجتماعية وسياسية واقتصادية يتم من خلالها جذب الكفاءات العلمية. في الأخير يمكننا القول بأن الجزائر على غرار دول عربية تمتلك إمكانات بشرية وإطارات في جميع التخصصات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الدولة لولا سياسة الإهمال والتقصير التي منعتها من استثمار عناصرها البشرية لصالح بناء دولة ذات دعائم قوية. ومن خلال ما تطرقنا إليه في هذه الورقة البحثية خلصنا إلى النقاط التالية. عندنا أولا تعدد وتنوع الأسباب الدافعة لهجرة الأدمغة والتي تحركها في الأصل دوافع اقتصادية واجتماعية وسياسية مع وجود أسباب خاصة تخص كل مهاجر. عجز الدولة الجزائرية عن تحقيق طموحات ومتطلبات البحث الجزائري رغم المجهودات المبذولة من أجل النهوض بقطاع البحث العلمي. التطور العلمي والثقافي والرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي في الدول المتقدمة كلها عوامل ساهمت بشكل كبير في استقطاب الكفاءات الجزائرية التي وجدت واقعاً أفضل في الخارج.
ضرورة إشباع متطلبات الكفاءات الجزائرية من خلال توفير كل ما يضمن الحياة الرغيدة من أجل رفض قرار الهجرة والاستقرار السياسي في الدول المتقدمة، ضرورة كذلك أو عفوا خسارة الجزائر للعديد من الكفاءات التي بإمكانها تحقيق قفزة اقتصادية في حال استثمارها بطريقة صائبة، ضرورة سعي الحكومة الجزائرية إلى إيجاد حلول سريعة وفعالة من أجل محاولة إعادة العقول المهاجرة إلى وطنها، والعمل على مواكبة التطورات العلمية والثقافية والاقتصادية الحاصلة في العالم خاصة المتقدم من أجل تقليل من حجم الفجوة الموجودة بيننا وبينهم. وفي الأخير نجد كذلك ضرورة وضع استراتيجية مدروسة من أجل دمج هذه الكفاءات في الحياة الاقتصادية والعلمية في البلاد. وشكرا جزيلا على المتابعة. شكرا للأستاذ على هذه المداخلة القيمة، ومحاولة مني للتقليل من أو استثمار الوقت أمر مباشرة إلى المداخلة التالية التي تصب في نفس الموضوع والعائدة للأستاذة الحمري حافظة والأستاذ جلطي سمير من جامعة معسكر، إن كان موجودين معنا، بمداخلة موسومة بهجرة الأدمغة الجزائرية بين التحديات ومحاولة دمجها في مسار التنمية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طالبة الحمري حفيظة، مداخلتي تحت عنوان من المحور الثاني هجرة الأدمغة مظاهرها أسبابها وتحدياتها، تحت عنوان هجرة الأدمغة الجزائرية بين التحديات ومحاولة دمجها في مسار التنمية. تعتبر ظاهرة هجرة الكفاءات عجز لم تتمكن الجزائر كغيرها من الدول العربية من تجاوزه، حيث عرفت ارتفاعا ملحوظ بداية من التسعينات وخلال فترة العشرية السوداء، فقد شكلت شدة الأزمات وضعف الأداء السياسي في مجال التنمية نقطة مستهدفة في جذب الكفاءات واستغلالها من قبل الدول المتقدمة، والتي كانت هي بدورها تطمح إلى ضمان المزيد من التقدم العلمي والتكنولوجي في ظل استمرار التبعية والتخلف في المجتمعات الأخرى النامية. إن هذا التفاوت جعل الدول المغرب العربي عامة والجزائر خاصة مصدرا هاما لاستنزاف الكفاءات الجاهزة، وجعل هذه الأخيرة تشكل عجز لم تتمكن الدول العربية والجزائر خاصة من تجاوزه. ومن هنا فقد شكلنا إشكاليتنا فيما يلي: إلى أي مدى تشكل علاقة بين هجرة الكفاءات وتنمية تحديات على مسار التقدم للدول المرسلة خاصة الجزائر؟ هناك عدة أسباب لهجرة الكفاءات تتعلق أساساً بعوامل الدفع وعوامل الجذب لهذه الهجرات، من بينها معدلات البطالة التي تشكل أهم الأسباب التي تدفع الفرد إلى اتخاذ قرار الهجرة، بالإضافة إلى هذا انخفاض الأجور وتدني تتعلق أساساً بالممارسات البيروقراطية أما بالنسبة للأسباب الاجتماعية، أغلب الاحتبارات الاجتماعية المتعلقة بالمسائل العائلية والمتمثلة في توجه الكثير من الخبرات إلى الخارج بغية ضمان تلقي أفراد العائلة التكوين في المدارس والجامعات الغربية. من بين العوامل الجاذبة للهجرة في الدول المقصد أنا الجانب الثقافي والذي يتعلق أساساً بالمستعمرات السابقة، مثل ما هو بالنسبة للجزائر وفرنسا، توفر البيئة المهيئة والتي تتوافق مع طبيعة العمل، بالإضافة إلى الامتيازات والحوافز الممنوحة في الدول المتقدمة، ارتفاع مستوى الأجور مقارنة بدول الأصل. لما نتكلم على معدلات البطالة، فقد عرفت الجزائر ارتفاع نسبة البطالة خلال عدة مراحل، وهي تعد من أهم أسباب الهجرة، خاصة نسبة البطالة بين الخريجين. يتبين لنا من خلال الإحصاءات أن حوالي 17.40% يمثلها فئة ذات الدراسات العليا، ثم فئة التعليم المتوسط بحوالي 11.80%، ومستوى والفئة ذات مستوى التعليم الثانوي ب 10.60%. يدل هذا
بهذه النسبة العالية بالنسبة للفئة المتعلمة على أن الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بنظم تعليمية والاستثمار في رأس المال البشري لا تعكس الواقع الذي نلاحظه من خلال الإحصاءات، حيث أنه لا يوجد تكافؤ بين كلا من مخرجات النظم التعليمية وسوق العمل، وهذا من أهم الدوافع التي تدفع الفرد لاتخاذ قرارات الهجرة. بالإضافة إلى هذا، فإن أغلب الطلبة يفضلون متابعة تعليمهم في الجامعات الأجنبية نظراً لتوفر مختلف التخصصات، فمثلاً التسجيل في الدكتوراه ليس متاح في الجزائر للجميع وعكسه بالنسبة للدول الأجنبية. لو نقارن هجرة الكفاءات الجزائرية بالنسبة للدول المغرب العربي، نلاحظ أن المغرب يأتي في مقدمة هذه الدول، ثم تليه الجزائر وتونس وليبيا، حيث أن هذه الهجرات أغلبيتها موجهة إلى فرنسا كبلد مقصد، حيث استقبلت فرنسا سنة 2017 حوالي 54,000 طالب. بالنسبة لأهم الوجهات التي يقصدها الطلبة الجزائريين، تأتي في مقدمتها فرنسا بحكم الارتباطات اللغوية وأنها مستعمرة سابقة، تأتي بعدها كندا والمملكة السعودية ثم المملكة المتحدة. بالنسبة لتوزيع الطلاب المهاجرين حسب المستويات التعليمية، نلاحظ أن هناك حوالي 25,777 طالب جزائري يواصلون مساراتهم الدراسية في الجامعات الفرنسية باختلاف مستوياتهم التعليمية، حيث يمثل طلبة الماستر والليسانس النسبة الأكبر، وتأتي تخصصات العلوم التكنولوجيا الفيزياء وعلوم طبيعية في مقدمة بحوالي 11,800 تسجيل، يليها تسجيل في تخصص الطب بحوالي 3,006 تسجيل، ثم يليها الأدب واللغات، علوم اقتصادية وعلوم السياسة والحقوق. لما نتكلم على هجرة الأطباء الجزائريين، نلاحظ أن من أهم الأسباب أو العوامل الدافعة لهجرة الأطباء الجزائريين هي الرواتب التي يتلقاها الأطباء في القطاع الخاص، والتي توجد فرق لو نقارن بين أطباء القطاع العام والقطاع الخاص، لاحظوا أن أطباء القطاع العام أقل بكثير من القطاع الخاص من ناحية الرواتب التي يتلقوها، وهي من أهم العوامل أو الأسباب التي تدفع إلى هجرة الأطباء. لكن إضافة إلى هذا، لا تعد فقط الرواتب هي السبب الأولي أو الحقيقي، بل هناك أيضا أسباب تتعلق بظروف العمل والتي لا تخلق التحفيز وتقلل من إنتاجية المجال الطبي، وعدم وجود أي تطلع أو آفاق لتطوير الوظيفي في هذا المجال، وهي من أهم الدوافع. انعكاسات هجرة الكفاءات الجزائرية خاصة على الجانب التنموي بالنسبة لإنتاجية البحث والتطوير، وهي أهم عنصر، حيث ترتبط دوافع الانفتاح الأقوى بالابتكار، حيث أصبح التقدم التكنولوجي المستمر أمر جد صعب ويتطلب الوصول إلى مستوى المطلوب في الوقت الحالي، وهذا يتطلب أيضا المزيد من الأنشطة في البحث، الشركات الميزة التنافسية، وتزيد من الابتكار إلى تحسين الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وعليه الاقتصاديات الناجحة في الابتكار ستنمو سريعا من الاقتصاديات التي لا تبتكر بنجاح، ومنه ستساعدها هذه الابتكارات أو التحكم في الابتكار على تقييد تدفقات المعرفة والاحتفاظ بميزتها الابتكارية وتجنب التخلف عن الاقتصاديات ذات الابتكار عن الاقتصاديات الابتكارية الأخرى. وهنا تكون هجرة الكفاءات سببا في اتساع الفجوة بين الدول المصدرة والدول المتقدمة والتي تستقبل هذه الكفاءات وتستغلها في خلق اقتصاد وتستغلها في خلق اقتصادات وابتكارات جديدة. نلاحظ من خلال
نلاحظ من خلال التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن تصنيف الجزائر حسب مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020 جاءت في المرتبة 115 و223. أما بالنسبة للجزائر مقارنة بالدول النامية فقد جاءت في المرتبة 37. بالنسبة لتمويل القطاع العالي والبحث العلمي، بالرغم من الغلاف المالي الذي تخصصه الدولة الجزائرية في هذا المجال والذي قدر بحوالي 3 تريليون دينار وهو يفوق 21 مليار أورو خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020 وهو غطاء ثابت خلال 10 سنوات الأخيرة نظرا لأهمية التي تمنحها الدولة الجزائرية لهذا القطاع، غير أنه هذه المجهودات لا تعكس الواقع والنتائج التي تطمح إليها، بل بالعكس هذه الموارد المالية التي تنفق على التعليم العالي والبحث العلمي تقدم في طبق من ذهب للدول المتقدمة. بالنسبة لخسارة رأس المال البشري أستاذة رجاء إن اختصار لأنه تجاوزنا الوقت. نعم سوف أمر إلى النتائج. بالنسبة لأهم النتائج التي توصلنا إليها، عدم وجود تنسيق بين متطلبات سوق العمل ومخرجات النظم التعليمية، وهذا ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة لدى الفئة ذات المستويات التعليم العالي. إن علاقة الهجرة بالتنمية قد تكون إيجابية إذا كان هناك ارتفاع في تحويلات المهاجرين لبلدانهم الأصلية، الاستفادة من الخبرات المكتسبة ونقل المعرفة لصالح البلدان الأصلية، زيادة المشاريع الاستثمارية والتبادلات التي يقوم بها المهاجرين في بلدانهم الأصلية، غير أنه هجرة الكفاءات التي غيب فيها كل هذه المحاور تعتبر هجرة ذات آثار سلبية. بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومات للتقليل من سلبية الظاهرة، غير أن هذا لم يكن له أي نتائج فعالة. بالنسبة للتغطية المقترحة، نقترح خلق سياسات تنموية تشرك الكفاءات وتستثمر فيها بدلا من التركيز على سلبياتها، ومنح الأولوية للابتكار والبحث العلمي بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين ومنحهم الامتيازات والتسهيلات التي تضمن حقوقهم. شكرا على الإصغاء والمتابعة. شكرا أستاذة على هذه المداخلة القيمة بمنظورها الإحصائي الذي أجاب يعني على أغلب التساؤلات اللي طرحتها سابقا من خلال إحصائيات. منظور إحصائي قلنا يعني كان مركز حد يخدم جوانب كثيرة من هذا الملتقى وتحقيق أهداف هذا الملتقى، أضيف فقط على ما أشارت إليه كل المداخلات التي ألقيت في هذه الجلسة إلى أنها كلها تناولت فكرة هجرة خارجية ولم تتناول أو تشير إلى هجرة الأجمغة الداخلية، بمعنى هنا استقالة الكفاءة عن تقديم أي شيء جديد للمجتمع. الهجرة هذه غذتها أو هذه الهجرة الداخلية غذها عاملين، العامل الأول هو طريقة التعامل التي تستند على الولاءات وليس على الكفاءات، الثاني هو طريقة التكليف لأن التكليف ولا في أغلب المجالات قائم على الثقة، وبالتالي هذا أدى إلى عزوف الكفاءة ويعني كيف نقول إحنا تدمرت من الداخل، يعني تعود ما تقدرش قادرة على هذاك العطاء أو المبادرة أو الابتكار. أو نحاول نضيء يعني في المناقشة على هذا الجانب من يعني بوجود قامات وكفاءات معنا في هذه الجلسة، وإلى آخر مداخلة في هذه الجلسة والعائدة للأستاذة أميرة زبوج من جامعة سطيف وبمداخلة حول دور الحوافز في استقطاب الكفاءات في المؤسسة الاقتصادية. أستاذة أميرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعدت جدا بإتاحة فرصة المشاركة ضمن فعاليات هذا الملتقى الذي يسلط الضوء على دور الكفاءات الوطنية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وستكون هذه الدراسة تحت عنوان دور الحوافز في استقطاب الكفاءات، دراسة حالة شركة سونالغا ومن كلية العلوم الاقتصادية جامعة سطيف واحد. بداية سأحاول التقديم لموضوع البحث. أولا
لا شك أن الموارد البشرية أصبحت أحد أهم موارد المؤسسة ومصدراً لنجاعتها. إذن فالموارد البشرية ذات المعرفة والمهارة والكفاءة هي القوة الدافعة للمنظمات، لذا فقد أصبحت جميع المنظمات اليوم تتبنى مبدأ الاهتمام بالعنصر البشري كونه أحد المؤثرات القوية الذي يكسب المؤسسة ما يسمى بالميزة التنافسية. إذن فالقيمة الحقيقية للمؤسسات تكمن في قيمة مواردها البشرية بشكل أكبر وما تتمتع به من مهارات ومعارف وكفاءات. هذا الأمر جعل المنظمات تتبنى جذب واستقطاب الكفاءات من الموارد البشرية. إذن على الرغم من أن هذه الثقافة وهي ثقافة استقطاب الكفاءات في الحقيقة من الصعب أن نفترض بأنها كافية لوحدها. لماذا؟ لتحقيق النتائج المرغوبة التي تتمثل في امتلاك ما يسمى بقاعدة من الكفاءات البشرية. لذلك فقد أصبحت المنظمات تتبنى سياسات مختلفة لتحقيق الهدف المنشود وهو اكتساب قاعدة من الكفاءات البشرية، ومن بين هذه السياسات هي السياسات التحفيزية، وذلك من خلال إعداد وتصميم برامج وأنظمة تحفيزية مناسبة وفعالة. ويتحقق هذا الأمر بطبيعة الحال بتوفير حوافز تناسب دوافع وحاجات الكفاءات، وذلك من خلال اللجوء إلى الحوافز المادية مثل الأجور، سياسة المشاركة في الأرباح، الامتيازات، العلاوات، أو اللجوء إلى الحوافز المعنوية مثل الترقية، مثل سياسة المشاركة في اتخاذ القرارات. وأيضا قد يتم الجمع بينهما، أي بين الحوافز المادية تحقيق نظام تحفيزي مناسب جيد فعال ماذا يضمن لنا؟ يضمن لنا كفاءات من الموارد البشرية. إذن من انطلاقا مما تقدم أردنا قمنا بطرح الإشكالية التالية: ما مدى مساهمتها في استقطاب الكفاءات البشرية؟ وبطبيعة الحال فقد أردنا الإجابة على هذا السؤال أن طرحنا مجموعة من الأسئلة الفرعية. السؤال الفرعي الأول: هل تعتمد المؤسسة محل الدراسة سياسة استقطاب فعالة؟ السؤال الثاني: هل للحوافز المادية دور في استقطاب الكفاءات في المؤسسة محل الدراسة؟ والسؤال الثالث والأخير: هل للحوافز المعنوية دور في استقطاب الكفاءات في المؤسسة محل الدراسة؟ ولدراسة إشكالية البحث تم صياغة الفرضية التالية: للسياسات التحفيزية أو السياسات التحفيزية لها دور جد فعال في استقطاب الكفاءات البشرية. بالنسبة لفرضية البحث أيضا وضعنا فرضيات بحث. فالفرضية الأولى تقول: تعتمد المؤسسة على سياسة استقطاب فعالة. الفرضية الثانية: لا تلعب الحوافز المادية دوراً في استقطاب الكفاءات. أما الفرضية الثالثة فنصها: للحوافز المعنوية دور في استقطاب الكفاءات. وبطبيعة الحال لكل دراسة بحثية أهمية وأهداف. بالنسبة لأهمية هذا البحث تكمن فيما يلي: أولاً، يعد موضوع الحوافز من أهم المواضيع سواء بالنسبة للمنظمة أو بالنسبة للفرد. فبالنسبة للمنظمة فإنها تنفق مبالغ ضخمة جدا تضاف إلى أجور العاملين، وهذا الإنفاق يجب أن يقابله عائد، مثلا زيادة جودة المنتجات، تخفيض التكاليف إلى آخره. أما بالنسبة للفرد فأهميته تكمن في أن الحوافز تعد الوسيلة أو الأداة التي بواسطتها يتم إشباع حاجاته ورغباته غير الملبية. بالنسبة للأهمية الثانية لهذا البحث
تبرز في كون أن المنظمات حتى تستفيد من الموارد البشرية، خاصة منها الكفء المستقطبة من سوق العمل. وبطبيعة الحال أهداف هذه الدراسة تسعى إلى تحقيق جملة من على مدى أهمية البرامج التحفيزية لدى المؤسسة محل الدراسة. أيضا التعرف على دور السياسات التحفيزية ودرجة استقطابها لأفضل الكفاءات، التعرف على الخصوصيات التي تميز البرامج التحفيزية إضافة إلى إبراز خصوصيات الفرد الكفء. والإجابة على السؤال الذي تم طرحه سابقا، فقد على عينة منهم من هم مسؤولين في إدارة الموارد البشرية وإطارات في إدارات أخرى، وقد تم الاستعانة ببرنامج الاسبيسات لاختبار الاتجاه العام للمستجوبين حول اختبار الفرضي. بالنسبة لاختبار الفرضي، الفرضية الأولى التي تنص على تعالى، لقد تم قبول هذه الفرضية بشكل معترف. بالنسبة للفرضية الثانية التي تقول أنه لا تلعب الحوافز المادية دورا في استقطاب الكفاءات، نفس الأمر بالنسبة لهذه الفرضية، فقد تم قبولها ولكن بشكل معترف. أما الفرضية الثالثة والأخيرة فقد تم قبول هذه الفرضية أيضا التي تنص على أن للحوافز المعنوية دور في استقطاب الكفاءات، تم قبولها أيضا ولكن بشكل معترف. وقد كانت نتائج اختبار هذه الفرضيات المذكورة سابقا كالتالي: أول ما توصلنا إليه من هذه الدراسة أن إدارة الشركة تعتمد على عملية الاستقطاب، وإن القائمون عليها هم أفراد ذوي خبرة، وهذا ما يوحي إلى فعالية عملية الاستقطاب. أيضا توصلنا إلى أن المؤسسة أو إدارة المؤسسة تهتم بمواصفات الأفراد من مؤهل علمي، خبرة، كفاءة، أكيد الأفراد المستقطبين. النتيجة الثالثة توصلنا إلى أن هناك إهمام عيف من قبل إدارة المنظمة بثقافة جذب واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليه. أيضا توصلنا إلى أن هناك اهتمام ضعيف أيضا من قبل إدارة المنظمة فيما يخص جذب واستقطاب الكفاءات البشرية من المؤسسات المنافسة. أيضا توصلنا على أن المؤسسة تعتمد على مصادر داخلية من نقل ترقية لسد احتياجاتها من الكفاءات البشرية، وفي مقابل هذا أيضا تعتمد على مصادر استقطاب خارجي. أيضا توصلنا إلى وجود اختلافات في آراء العاملين، فهناك من صرح أن الشركة تقدم الأجر على أساس الأداء والكفاءة، واتفاقهم على نقطة أن الأجر يقدم على أساس المؤهل العلمي أي الشهادة. النتيجة التي توصلنا إليها أيضا أن هناك اهتمام ضعيف من قبل إدارة الشركة فيما يخص بتحديث الامتيازات والخدمات لاستقطاب الكفاءات، وهذا الاهتمام الضعيف أكيد سيؤثر على سياسة استقطاب الكفاءات. أيضا توصلنا إلى وجود اختلافات في آراء العاملين على أن إدارة الشركة تقدم الأجر على أساس الأداء والكفاءة واتفاقهم على أن إدارة الشركة هذا سبق وأنه تطرقنا له. أيضا وجود اهتمام ضعيف من قبل إدارة الكفاءات، وهذا أيضا هذا الاهتمام الضعيف بطبيعة الحال سيؤثر على سياسة استقطاب الكفاءات. أيضا وجدنا اختلاف في آراء العاملين حيث أكدوا أن إدارة الشركة تقدم علاوات وهذا على أساس الأقدمية. هناك اهتمام ضعيف بدراسة ومراجعة العلاوات لجذب الكفاءات، هذا الاهتمام الضعيف سيؤثر أيضا على سياسة استقطاب الكفاءات. هناك اهتمام معتبر من قبل إدارة المنظمة في تطبيق نظام المشاركة في رأس المال وتوزيع الأرباح، وهذه السياسة المعتمدة
سوف ترفع من قدرة المنظمة على استقطاب الكفاءات. هناك اهتمام معتبر أيضاً من قبل إدارة الشركة فيما يخص بتوفير فرص عديدة للترقية، وهذه السياسة أستاذة أنا أفضل أن نمر إلى مداخلة أخرى لأنه أصلاً ما قدرناش نتبعوها، الصوت كان متقطع. أستدعي الأستاذة إكرام أستاذة بودبزة إكرام لتقديم مداخلتها، مشكورة. يعني نلخص فقط أنه الأستاذة اللي هذه أميرة، أستاذة أميرة زبوج، طرحت يعني إشكالية جديدة اللي هي دور الحوافز في استقطاب الكفاءات في المؤسسة، وركزت على الحوافز بشقيها المادي والمعنوي، وخلصت إلى نتيجة في النهاية أنه المؤسسات الجزائرية تهمل هذا استخدام هذا العامل اللي يعتبر مهم جدا في جذب واستقطاب الموارد البشرية بصفة عامة والكفاءات بصفة خاصة. نمر إلى الأستاذة إكرامبو دبزة لتقديم مداخلتها، مشكورة. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر القائمين على الملتقى لإتاحتهم لنا الفرصة للمشاركة في هذا الملتقى. مداخلتي بعنوان واقع مساهمة مؤسسات التعليم العالي في تكوين الكفاءات البشرية بالجزائر بين الاستغلال والهدر. في ظل الانفتاح الكبير على العالم الخارجي والانفجار المعرفي والمعلوماتي، ألقيت على عاتق الجامعات مسؤوليات جديدة لمواكبة التحديات المتجددة، لتنتقل الجامعة من كونها عنصراً لخلق المعرفة إلى وسيلة لتحقيق التنمية من خلال قدرتها على إنشاء رأس مال بشري كفء وفعال وضرورة تطويره لإحداث التنمية في جميع المجالات. وهذا ما يتطلب منها تفعيل آليات الاستثمار في المورد البشري الذي يرتبط بمختلف الخدمات المقدمة له من خلال حسن تسيير إدارتها لإنجاز مختلف الأنشطة والمهام، والانتقال من الأساليب التقليدية إلى الأساليب الحديثة في التسيير بهدف تحسين جودة مخرجاتها. لكن الملاحظ أن مؤسسات التعليم العالي تعاني من جانب التسيير والتخطيط والاستغلال بالطرق المثلى للمخرجات والتي تعد ثروة بشرية مهدورة. فإن كان هذا الواقع، كيف يمكن التحدث عن مخرجات التعليم العالي في ظل غياب مخططات لاستغلالها؟ ولمعالجة هذه الدراسة تم طرح تساؤل رئيسي: كيف تساهم مؤسسات التعليم العالي في تكوين الكفاءات البشرية بالجزائر؟ وهل توجد آليات فعلية للاستثمار في المورد البشري تساهم في تحسين جودة مخرجات التعليم العالي بالجزائر؟ هل يوجد تخطيط فعال لاستغلال مخرجات مؤسسات التعليم العالي في الجزائر؟ إن مؤسسات التعليم العالي هي مؤسسات تستقطب المخرجات المميزة من التعليم بعد الثانوي، وتقوم بمسؤولياتها لتدريب الموظفين على رأس العمل، وتتحمل توفير الكوادر البشرية المناسبة لسوق العمل في مجالات الاختصاص. وهذا وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسات التعليم العالي هي نظام مفتوح، كونها تحتوي على المدخلات الممثلة في الموارد البشرية والمادية والعمليات والمخرجات التي تتمثل في الكفاءات والكوادر البشرية. إن تكوين الكفاءات البشرية يشير إلى مجموعة الأساليب والآليات التي تستخدمها المؤسسات باختلاف أشكالها، وبالأخص مؤسسات التعليم العالي، لتطوير وتنمية المهارات الفنية والإدارية التي يمتلكها الأفراد بطريقة جيدة لضمان تخريج إطارات من المستوى العالي في مختلف التخصصات التي يحتاج إليها المجتمع وفي مختلف قطاعات العمل للمساهمة في تحقيق التنمية. والتكوين يعتبر الوظيفة الأساسية لمؤسسات التكوين العالي، حيث يمكن الطلاب من الحصول على المعرفة ومواصلة البحث العلمي والتكيف مع البيئة الحياتية والعملية والإسهام في تنمية مجتمعاتهم. إذ أن إعداد وتهيئة الأجيال للعمل والمشاركة في التنمية يعد عنصر أساسي في تقدم المجتمع والنهوض به في العديد من المجالات، كما يقصد به تأهيل القوى البشرية العليا أو رفيعة المستوى لكي تقوم بالترشيد والبحث العلمي
والبحث العلمي وإنتاج المعرفة وتطبيقاتها. ومن هذا المنطلق وبما أن الجزائر كغيرها من الدول تسعى لمواكبة مختلف التطورات ومواجهة التحديات التي تفرزها البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بمؤسساتها وبالأخص مؤسسات التعليم العالي والتي يعتبر التكوين وظيفتها الأساسية، فقد قمنا بتحليل لبعض المؤشرات الرقمية لمؤسسات التعليم العالي وتكوين الكفاءات البشرية بالجزائر، وذلك بغرض معرفة الآليات التي اعتمدتها الدولة الجزائرية للاستثمار في مواردها البشرية على مستوى مؤسسات التعليم العالي وما علاقتها بتكوين الكفاءات، وإلى أي مدى يتم فعلاً استغلال هذه الكفاءات بالجزائر، حيث أنه في إطار استراتيجيات تكوين الموارد البشرية المستهدفة عملت الجزائر على توسيع البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي من أجل تلبية احتياجات المجتمع وتوفير متطلبات سوق العمل من اليد العاملة المؤهلة الكفأة والمناسبة في مختلف المجالات والاختصاصات، حيث قامت وزارة التعليم العالي بإنشاء شبكة من الجامعات الجزائرية من مؤسسات التعليم الموزعة على جميع ربوع الوطن، وذلك لضمان تكوين أكبر عدد من الطلبة وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل والمكونة من 179 مؤسسة للتعليم العالي حسب آخر الإحصائيات في أكتوبر 2020، والتي تتنوع ما بين جامعات ومراكز جامعية ومدارس عليا للأساتذة ومدارس وطنية عليا بالإضافة إلى المؤسسات الجامعية الخاصة أو التابعة لقطاعات أخرى. كما قامت أيضا وزارة التعليم العالي بإنشاء جامعة التكوين المتواصل التي أصبحت اليوم تحت مسمى جامعة التعليم عن بعد. هذه الهياكل التي تم إنشاؤها من أجل ضمان التكوين الجيد للطلبة الذين تتزايد أعدادهم من سنة إلى أخرى، وهذا راجع إلى تزايد عدد السكان بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالتعليم في أطواره الثلاثة مقارنة بالسنوات السابقة، غير أن هذه الزيادة لا تتناسب مع الزيادة في عدد الأساتذة، حيث أن متوسط نسبة التأطير لكل أستاذ تقدر ب25 طالب. هذه الأخيرة تختلف باختلاف المؤسسة الجامعية وكذا ميدان التخصص، حيث أن المراكز الجامعية هي الأعلى، حيث يتم تأطير 36 طالب لكل أستاذ وهي نسبة مرتفعة جدا، وتبين أيضا العجز في الأساتذة، في حين تليها الجامعات ب 23 طالب لكل أستاذ، ثم المدارس العليا ب 12 طالب لكل أستاذ. أما حسب ميدان التخصص فنلاحظ أن النسبة الأكبر هي للتخصصات المتعلقة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية والمقدرة ب 30 طالب لكل أستاذ، تليها مباشرة وبنسبة متقاربة جداً 28 طالب لكل أستاذ للتخصصات المتعلقة بعلوم الطبيعة والحياة، وهو يبين أن العجز في الأساتذة هو على مستوى التخصصات التابعة لهذه الميادين. كما أن الدولة الجزائرية قد خصصت مبلغاً معتبراً لقطاع التعليم العالي، خصص أكثر من 30% من ميزانيته لسنة 2020 للخدمات الجامعية. هذه التكاليف تعتبر ضخمة إذا ما قورنت بالنفقات التي يتحملها الطالب، أي أن الدولة تخصص مبالغ معتبرة للإنفاق على تكوين مواردها البشرية ولتحسين جودة مخرجاتها. قامت بتعزيز الشبكة البحثية، حيث قامت بإنشاء كيانات متعددة للبحث العلمي وإدماج الأساتذة والطلبة المسجلين فيما بعد التخرج ضمن مخابر البحث، وهو ما يدل على الاهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية للبحث العلمي، حيث أن عدد المخابر في تزايد مستمر، حيث حددتها آخر الإحصائيات ب 1472 مخبر بطاقة بشرية قدرها 58093 أستاذ. أيضا قامت بعقد شراكات بين قطاع البحث العلمي والفاعلين الاقتصاديين في سبيل تكوين كفاءات بشرية مستقبلية قادرة على النهوض باقتصاد البلاد، وتكوين عقود شراكة مع المؤسسات العمومية والمجموعات والشركات الصناعية العمومية والمؤسسات الخاصة وكذا الهيئات الدولية، والتي قدر عددها ب40 مؤسسة سنة 2020. والهدف من هذا التعاقد يكمن في بعث التعاون بين هذه المؤسسات والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، هذا من جهة، ومن جهة ثانية خلق مناصب عمل للكفاءات البشرية المتخرجة من قطاع التعليم العالي من خلال إتاحة الفرصة لهم لبعث مشاريع جديدة في هذه المؤسسات. كذلك قامت بتنويع برامج التكوين في الخارج من خلال التعاون الدولي على غرار البرنامج الوطني الاستثنائي، البرنامج الجزائري الفرنسي خوفاس بي بلس، البرنامج الوطني الاستثنائي للغة الإنجليزية، إضافة إلى برنامج منح التعاون، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج الوطني الاستثنائي للسنة الجامعية 2020 ما يعادل 883 مستفيد، فيما سجل البرنامج الجزائري الفرنسي 105 مستفيد، في حين استفاد 117 طالب من منحة البرنامج الوطني الاستثنائي للغة الإنجليزية. كما توجد أيضاً منح تعاون مع دول عديدة كالصين، المجر، إيرلندا، تونس والأردن.
وكل هذا في إطار تحسين مستوى الموارد البشرية وإكسابهم ممارسات ومعارف جديدة تساهم في تنمية وتطوير الكفاءات من خريجي مؤسسات التعليم العالي. كما نلاحظ أن عدد طلبة المتخرجين يتزايد من سنة إلى أخرى من خريجي الجامعات والمراكز الجامعية وكذا المدارس العليا، غير أنه في ظل هذا العدد المتزايد من الخريجين الذين يعتبرون كفاءات تم الإنفاق على تكوينها من جهة يوجد شح في مناصب العمل من جهة أخرى، وهذا يطرح سؤال إلى أين ينتهي مصير هذه الكفاءات في الجزائر، حيث أن مصير هذه الكفاءات ينتهي إلى ثلاث نقاط أساسية، وهي البطالة الكفاءات الجزائرية، حيث تجدر الإشارة إلى أنه لأن هذه البطالة تعتبر هدر لنفقات التعليم، فحسب آخر الإحصائيات المقدمة فإن نسبة البطالة في سنة 2018 بلغت 11.7%، أي ما يقارب 1,378,000 شخص عاطل عن العمل ناهيك عن مخلفات جائحة الكوفيد وما نتج عنها عن غلق المصانع وإفلاس للشركات وكذا المحاسبات القضائية للمختلسين خلال فترة 2020 والتي تجاوز معدل البطالة فيها 14%. ثانيا هجرة الأدمغة، فإن الجزائر تعاني بالإضافة إلى البطالة من هجرة الكفاءات البشرية من الناحية الكمية والنوعية، فمؤخرا كشفت الإحصائيات أن ما يفوق 100,000 عقل وكفاءة بشرية هاجرت الجزائر منذ سنة 1990 إلى غاية سنة 2020، وهو ما يعادل 10 مليار دولار من الأدمغة الجزائرية التي تستفيد منها البلدان الأخرى، حيث غادرت 30,000 إطار فقط خلال الفترة 1992 إلى غاية 1998 قبل أن يتفاقم الوضع أكثر فأكثر ويرتفع إلى 55,000 في العشرية الأولى من الألفية، ليواصل الوضع في التردي أكثر وأكثر ويصل إلى 15,000 عقل بشري في السنوات الأخيرة، حيث أن قطاع التعليم العالي لم يسلم من امتداد الآثار السلبية لهجرة العقول الجزائرية إليه، فحسب وزير التعليم العالي فإن مؤسسات التعليم العالي في الجزائر بحاجة إلى 30,000 دكتور لكي يسد العجز الموجود على مستوى هذه المؤسسات. أيضا لاحظنا وجود العمل في المؤسسات البيروقراطية، فبالرغم من أن الحصول على الوظيفة يعتبر حلم لجميع المتخرجين في الجزائر بصفة عامة، إلا أن عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وإهمال الإمكانيات التي يمكن أن يقدمها الفرد من تطوير وتحسين يمكن أن يعود بالسلب على المؤسسة والفرد الذي يعتبر ثروة مهدورة. وفي الأخير وبناء على ما تقدم، فإننا من خلال هذه الدراسة حاولنا تحديد مدى مساهمة مؤسسات التعليم العالي في تكوين كفاءات البشرية، باعتبار التكوين هو الركيزة الأساسية لتكوين كفاءات عالية ومكونة تكويناً عالياً يسمح لها بأداء مهامها والتكيف مع المتطلبات الجديدة للعمل، حيث ركزت هذه الدراسة على إبراز العلاقة بين التكوين في التعليم العالي وتخريج الكفاءات البشرية وتحديد الآليات اللازمة للاستثمار في رأس المال البشري والذي يتطلب الاهتمام بجودة التكوين وتوفير البيئة المناسبة لذلك، غير أن التخطيط المعتمد في الجزائر وسياسة التكوين لا تسمح بذلك ولا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، أمر الذي خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب في سوق العمل وهو ما أدى إلى وجود العديد من المشاكل على غرار كما ذكرنا سابقا البطالة، بطالة الكفاءات، هجرة الأدمغة والعمل في المؤسسات البيروقراطية. أشكر الجميع على حسن الإصغاء والمتابعة. أحيي الأستاذ على هذه المداخلة التي عالجت فيها إشكالية الاستفادة من مؤسسات التعليم العالي لتلبية احتياجات سوق العمل، والتي أشارت فيها إلى نجاح الدولة إلى حد بعيد في الإنجازات الكمية سواء على مستوى مؤسسات التعليم، مراكز بحثية، ضمان كراسي بيداغوجية لكل حامل شهادة بكالوريا، وإخفاقها على مستوى التأطير من خلال النقص الواضح في هيئة التدريس، النقص في المناهج، في محتويات التكوين، في التخصصات المتاحة، ومدى ملائمة هذه التخصصات لسوق العمل أو لمتطلبات التنمية في المجتمع. نحاول نستغل الوقت ونستثمر الوقت، نمر إلى المداخلة الأخيرة العائدة للأستاذة بعيطيش والأستاذ حما ديب، يقدمون المداخلة تاعهم باش نفتح المجال للنقاش، لأنه الوقت يعني داهمنا وزادت مداخلة علينا ذات الوقت كثير. تفضلي يا أستاذة بعيطيش. السلام عليكم أستاذة.
مداخلة بعنوان دور الكفاءات الوطنية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي. تفضلي أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدول منذ وجودها وهي تسعى للارتقاء نحو الأفضل، وذلك بغية تحقيق جملة من الأهداف التي تختلف من دولة إلى أخرى. هذه الأهداف تتحكم فيها مدى توافر الدولة على قدرات معينة وإمكانيات تتيح لها رسم هذه الأهداف ومن ثم تحقيقها. يعد موضوع الكفاءات والإقلاع الاقتصادي الموضوع الأبرز والأهم فيما يتعلق بالتنمية الدولية والوطنية، خصوصاً وأنه حظي باهتمام كبير بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة الفترة التي تلت الحرب الباردة. ونظراً لحدث موضوع الكفاءات وشح الدراسات والأبحاث حوله، ومع وجود مصطلحات ومفاهيم اقتصادية قريبة منه، سوف نحاول تناول هذا الموضوع من خلال التطرق إلى ماهية وتعريف الكفاءات والإقلاع الاقتصادي، وكذلك التعرف على أهم المقاربات النظرية وآراء المفكرين حول هذا الموضوع، وأهم الآليات الوطنية المتبعة من أجل تحفيز كفاءاتها الوطنية واستقطاب الأدمغة الموجودة بالخارج. وذلك بالإجابة على التساؤل التالي: هل ساهمت مختلف الأفكار والآراء التي طرحت من جانب المفكرين في إثراء التصوير المفهوماتي والنظري للكفاءات والإقلاع الاقتصادي وجذب الكفاءات الخارجية؟ الأسئلة الفرعية: ما هو المقصود بمفهوم الكفاءات والإقلاع الاقتصادي؟ لماذا تكمن الأفكار النظرية من أجل إثراء التصوير النظري والمفهوماتي للكفاءات والإقلاع الاقتصادي؟ ما هي أبرز آليات استرجاع واستقطاب الكفاءات الوطنية من الخارج؟ فرضية الدراسة: يمكن المقاربة النظرية والمفكرين في دفع وسيلة التنمية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي تستقطب الكفاءات الوطنية ويتم المحافظة عليها وفق مجموعة من الآليات الهدئة. أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة من خلال تناول هذا الموضوع الحساس، هل هو دور الكفاءات الوطنية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي واللذان أصبح حلماً في أساسية وضرورية تمنح لأي دولة تحقيق نوع من التقدم والتنمية الاقتصادية؟ هذا السياق تبرز أهمية الكفاءات التي تحقق هذه التنمية من خلال إمكانية تحقيق الإقلاع الاقتصادي ويمكنية الحفاظ عليها، سواء بجذب الكفاءات الموجودة بالداخل أو استقطاب الأدمغة المهاجرة. وهذا ما يحتم على الجميع على أهمية السياسات والآليات الكثيرة للمحافظة على العنصر البشري الكفء بدون عدم التصريح في كفاءتها بالخارج. أهداف الدراسة: التعرف على مفهوم الكفاءات والإقلاع الاقتصادي، التعرف على أهمية المقاربات النظرية للمساعدة على التحفيز للتصويت من داخل الدول، التعرف على أهم الآليات الحديثة المعتمدة من طرف الدول لاستقطابها من الخارج، والمحافظة على المورد البشري الكفء بالداخل. منهجية الدراسة: طبيعة موضوع الورقة البحثية تفرض علينا اعتماد المنهج الوصفي من خلال وصف الظاهرة موضوع الدراسة مفهوم الكفاءات والإقلاع الاقتصادي المقاربة النظرية للكفاءات والإقلاع الاقتصادي ودورها في تسريع وتيرة التنمية، أهم الآليات والأدوات المتبعة من أجل الحفاظ على الكفاءات الوطنية. مفهوم لغة هي قدرة الفرد أو المؤسسة على الإنتاج، وكلما كانت الكفاءة الإنتاجية عالية دل ذلك على أن الإنتاج يتصف بالوفرة والنوعية الجيدة. اصطلاحا يعتبر مصطلح تعرف من المعارف والمهارات والخبرة والسلوكيات التي تمارس في إطار محدد وتتم محاضرة من خلال العمل المهني والذي يعطي لها صفة قبول، ومن ثم فإنه يرجع للمؤسسة تحديدها وتقييمها وقبولها وتطويرها. مفهوم الإقلاع الاقتصادي لغة قد بوتيم معينة توفير إمكانيات الإنطلاق، يحدد بسبب تطور قطاع الدفع أو ثورة سياسية تؤدي إلى تغيير في عمليات الإنتاج مصحوبة بزيادة الاستثمار. أهم النظريات حول موضوع الكفاءات الاقتصادية لدينا مقاربة الكفاءات في ظل التفكير الاستراتيجي من خلال نظرية الموارد ونظرية الكفاءات. نظرية الموارد تعود هذه النظرية إلى دراسات فورنر الذي اقترحت مؤسسة من جانب الميزة التنافسية. نظرية الكفاءات على تسؤول خاص بقدرة المؤسسة على تقييم قدرات جماعية من أجل بلوغ هدف المؤسسة، خاص بتقديم
التسيير والإبداع، نظرية المراحل الخطية، نظرية أرسطو في النمو الاقتصادي، النمو الاقتصادي انتشار اقتصاد النقاية، من وبدية طرق الإنتاج، انحبار نتيجة استخدام أساليب تكنولوجيا تقليدية جامدة. مرحلة تهيئة، مرحلة تهيئة الشروط الإقلاع، من سماتها نمو الصناعة التعليمية وزيادة استخدام رأس المال في الزراعة، حسن مجالات الإدارة والاستثمار والربح وزيادة فرص العمل والتعليم، ازدياد اهتمام القطاع عن التبادل التجاري وبعض المؤسسات المالية. مرحلة الإقلاع، هذه مرحلة تتطلب على التغييرات الأساسية التي تمثل نفس المقصود في دخول مرحلة الإقلاع، وهي زيادة الاستثمارات من الدخل القومي إلى أكثر من 10%، ظهور صناعة جديدة وأفضل من الصناعات التحويلية التي تتصف بمعدلات نمو. عذرا أستاذة، أستاذ الصوت عندك غير واضح، ما فيها شوية بارازيت، حاولي يعني أعتذر منك أستاذة، مضطرة أستاذة، مضطر أني نوقف العرض. على العموم نشكر الأستاذة على هذه المداخلة التي أضاءت فيها على جانب من هذا الملتقى اللي هو الإقلاع الاقتصادي، ونحن نعلم أن الإقلاع الاقتصادي يرتكز إلى ثلاث مرتكزات أساسية. المرتكز الأول اللي هو المستلزمات الفنية أو الكفاءات، والمرتكز الثاني اللي هو الإمكانيات بجوانبها المختلفة اللي هي الموارد، كمال السوق، مدى تنظيم الاقتصاد في المجتمع، التحكم في الكتلة النقدية، التحكم في الإنتاج إلى غير ذلك. والمرتكز الثالث اللي هو الآليات والرؤية الاستراتيجية الواضحة لاستغلال هذه الإمكانيات من خلال التركيز على الجوانب الاقتصادية التي تمتلك فيها الجزائر ميزة نسبية نوعاً ما، اللي هي الجانب الزراعي، الجانب المؤسسات الناشئة، الجانب السياحي، الجانب الصناعي، باعتبار الجزائر من أهم القواعد الصناعية اللي تشكلت في الستينات والسبعينات، وأيضاً إلى وجود استراتيجية صناعية ملائمة. وبالتالي هنا السؤال الذي يطرح، هل يمكن القول بوجود إقلاع اقتصادي مع وجود المشاكل اللي منذ بداية الجلسة وإحنا نطرح فيها، اللي هي أولاً وجود هجرة للأدمغة واستنزاف للكفاءات، وجود اقتصاد موازي بنسبة 70%، كتلة نقدية غير متحكم فيها، غياب رؤية استراتيجية وتنموية واضحة، وضعية ريعية وتبعية ريعية للمحروقات، إهمال للتنويع الاقتصادي إلى غير ذلك. نظن أن الطالبة أو الأستاذة كانت مداخلتها تصب في هذا الجانب، إلا أنها ركزت نوعا ما على الجانب النظري وعلى النظريات. نظن أنه بوجود قامات علمية وكفاءات علمية عالية في هذه الجلسة، نطرح هذه النقاط اللي تداولناها في هذه الجلسة إلى النقاش، ونشكر الحاضرين، ونتمنى أنه يعني اللي عنده تدخل يستعمل تقنية رفع الأيدي لنحيل له الكلمة، وشكرا جزيلا. نبدأ بالأستاذ قاسم عبد الكريم، بما أنه رفع يده نعطيه الكلمة ليثري هذه المواضيع التي تم طرحها في هذه الجلسة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى، أجدد شكري لكل القائمين على هذه التظاهرة العلمية، ولكل المشاركين بإطراءاتهم، ولكل التقنيين الذين سهروا على هذا التظاهر العلمي. وأشكر كذلك الأستاذة الدكتورة سعيدة أبو سعادة على هذا الإثراء والتسيير الراقي لهذه المداخلات. عندي تدخل أستاذة فيما يخص نقطة البطالة التي تطرقت إليها بعد المداخلة، يعني حقيقة هي البطالة أو إحصائيات البطالة كانت موجودة في العرض، نظرا لضيق الوقت والالتزام بالوقت المحدد لم أستطع أن أقوم بالتطرق إليها. في 2015 كانت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات الذين لم يسبق لهم العمل هو 9.9%،
وحامل الشهادات الذين سبق لهم العمل هو 16.5%. كما تطرقت كذلك بعد ذلك الباحثة الحمري التي نشكرها على العرض الذي قدمته بمعطيات لسنة 2019، حيث تجاوزت نسبة الكفاءات الجامعية البطالة 17%، وهي يعني نسبة في تزايد مستمر ومخيفة، ويتوجب على جميع المعنيين بأخذها بعين الاعتبار. أشكرك أستاذ. والله أشرت سابقاً أن الأستاذ الحمري تداركت هذا الأمر وأشارت إلى النسبة العالية للبطالة بين خريجي الجامعات، وخاصة المكونين تكويناً عالياً التي تجاوزت نسبتهم 17%، وهذا فعلاً يعني رقم مخيف جداً، لأنه إذا كان نكون كفاءة حتى المستوى العالي وبعد لا أستثمر في هذه الكفاءة، فهذا يعني يطرح إشكال كبير ويطرح علامة استفهام كبيرة. أين الخلل؟ أين نعم. مشكورة أستاذة، شكراً. العفو. ننتظر إثراءات زملائنا الأساتذة ومشاركاتهم الفعالة. والله لو كان الصوت واضح عند الأستاذة اللي قدمت المداخلة الأخيرة، اللي هي الأستاذة الحمري حفيظة. الأستاذة اللي قدمت بعيطيش خليدة، لو كان عندك الصوت يا أستاذة واضح، لو كان تعودي ترجعينا يعني بلا عرض، بلا تعودي تعطينا نتائجك برك فقط فيما يخص علاقة الإقلاع بالكفاءات الوطنية، لأنه المداخلة الوحيدة اللي ربطنا فيها يعني حققنا فيها هدف من أهداف هذا الملتقى، وهو الربط بين الكفاءات والإقلاع. يعني من بين مداخلات هذه الجلسة، أو إذا كان هناك شخص آخر يحاول يعني يثرينا هذا الجانب. يعني قلت دون إهدار للوقت، بما أنه ما كانش تدخلات، نحاول إعادة الكلمة للأساتذة المتدخلين معنا، إذا كان عندهم كلمة أخيرة أو شيء يعني تجاوزناه خلال العرض، والله استعجلناهم خلال العرض، إذا كان عندكم أشياء تحبوا تضيفوها تفضلوا، مشكورين. نبدأ بالأستاذ على حسب القائمة، نبدأ بالأستاذة ودان صالحة، إذا كان عندك يعني إثراء أو إضافة جديدة فيما يخص المداخلة تاعك يعني تجاوزناها. السلام عليكم أستاذة. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا على منحي فرصة الكلمة. أشكركم جزيل الشكر على تنظيم هذا الملتقى، تنظيم محكم. أشكر كل الأساتذة المشاركين على مداخلاتهم، وأشكر طبعا المخبرين اللذين قاما بتنظيم هذا الملتقى الذي استفدنا منه. طبعا استفدت أيضا من مداخلة الزملاء، يعني كل مداخلات كانت قيمة. فقط لدي ملاحظة دائما أقولها من خلال هذه يعني الملتقيات التي تقام حول المواضيع الاقتصادية بصفة عامة، الرجاء يعني من خلال توصيات هذا يعني هذا الملتقى أنه تكون نتمنى التطبيق. يعني إحنا العنوان الملتقى هو دراسة هجرة الكفاءات ودورها في الإقلاع الاقتصادي. يعني هذا الموضوع جيد جدا يعني كدراسة نظرية، لكن لما نروح للجانب التطبيقي في الواقع، يعني رجائي إذا كان موجودين معنا أساتذة قانونيين أو كل من له القدرة يعني على التطبيق في الواقع، هذا ما يحز في نفسي. أنه مثلا يعني لو نرى مثلا قانون لحماية الكفاءات أو قانون للحد من الهجرة يناقش على مستوى البرلمان مثلا، أو إجراءات يعني أشد صرامة وقانونية لحماية المتخرجين على مستوى الجامعات الوطنية. أستاذة ما نقاطعك، فقط أظن أن الجزائر لا يعوزها يعني ولا ينقصها القوانين أو التشريعات، أو اللي ينقصنا هو الفعل، هو وضع هذه التطبيق. نعم أقصد بهذا التطبيق. نعم. أقصد يعني أنه يعني إحنا في الملتقيات نتكلم دائما عن الهجرة، نتكلم على القوانين الموضوعة موجودة كما قلت قانون، لكن تطبيق القانون يعني وضع قوانين للحد من هذه الظاهرة، منح امتيازات حقيقية للإطارات. نعم. فتح مراكز بحث حقيقية، يعني الحوار ما بين بعبارة أصح لو كان نتكلم بواقعية، الحوار بين الشباب الخريج خريجي الجامعات سواء كانوا دكاترة بطالين أطباء اختصاصيين، وبين الحكومة
الحكومة، لماذا لا نقول مباشرة وزارة التعليم العالي وزارة الصحة، هذه القطاعات الحساسة التي لها تأثير واقعي. يعني أنا لا أتكلم عن الدراسات الأكاديمية، أنا أتكلم عن إيجاد حلول واقعية وتطبيقية. نتمنى من الحاضرين معنا سواء كانوا أساتذة أو دكاترة أو مهما كانت مقاماتهم في المجتمع، أن يبادر كل منا على حسب مستواه بالتغيير ولو بالكلمة. نحن لا نستطيع أن نغير، ولكن نستطيع أن نحفز على البقاء و يعني حب الوطن كما ذكرتي أستاذة فمنذ قليل، يعني بلادي ولو جارت علي عزيزة. يعني أنا شاطرك في هذا الرأي، لكن حقيقة أن الجوانب المادية وضعف البحث العلمي والامتيازات والمحسوبية والرشوة والواقع التي لا تجد لها عقوبات صارمة في مجتمعنا خلت الكفاءات هذه تغادر أرض الوطن وتبحث عن أرض تمنح لها يعني امتيازات أحسن. يعني هذا هو السبب الحقيقي، واللي أهم كما قال الزميل عبد الكريم هو البطالة. يعني كاين ظاهرة خطيرة يجب أن تدرس وتخصص لها كما طاولات على مستوى الحكومة وليست فقط على مستوى الملتقيات. أنا يعني باختصار الذي أريد أن أقوله أن يعني نتمنى هذه الملتقيات وهذه الدراسات النظرية وإن كانت تطبيقية في فحوى البحوث أن تكون تطبيقية على أرض الواقع، أن نجد الحوار ما بين الشعب الممثل في الشباب المتخرج الذي يرى نفسه مظلوما وبين السلطة والحكومة لنجد حلول حقيقية. وشكرا أستاذة. صح أستاذة وشاطرك الرأي 100%. الحمد لله، شكرا لك. قبل أستاذ حمادي، بما أنك فتح المايك أستاذ حمادي، إذا كان في إمكان، أنا حاسة باللي ظلمتكم لأني قطعت المداخلة تاعكم. إذا شكرا كان أستاذ. تفضل أستاذ. أستاذ حمادي أو الأستاذ بعيطيش. الأستاذة أميرة الزبوجي، إذا كان الصوت عندك واضح ثاني تفضلي، نعطيك الكلمة تفضلي، كملي إذا كان عندك الصوت واضح بدون عرض بدون أي شيء. الأستاذ خالد بن شلاق، إذا كنت موجود معنا تفضل خذ الكلمة من فضلك، إذا كان عندك كلمة أخيرة قبل ما نغلق الجلسة. خالد بن شلاق، أظن أنه يعني قبل ما نغلق هذه الجلسة أو نختم هذه الجلسة تبادر إلى ذهني سؤال. السؤال هو لماذا الكفاءات الجزائرية كي تكون في الجزائر لا تظهر ولا يعني ما نسمع عليها والو، بينما تكون فاعلة وبارزة عندما تذهب إلى الدول الجاذبة؟ نظن كل المداخلات تناولت هذه الفكرة هذه بصح بزوايا مختلفة. إذا كان فيه أحد يعني من المتدخلين يقدر يعاود يثري هذه الفكرة هذه، لماذا الكفاءة الجزائرية في الجزائر شمعة تذوب تذبل وردة تذبل، بينما عندما تذهب إلى الخارج تولي نجمة لامعة؟ وهذا نلاحظ في أساتذتنا الكرام، حمى الأستاذ حبة الأستاذ يعني تبنتومي إلى غير ذلك. نعم أستاذ، تفضل أستاذ. أستاذ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للسؤال هذا خصوصا تاع الكفاءات، كفاءات وطنية الشمعة قاعدة تذبل. نعم. هذا حسب دراسات السوسيولوجية يا أستاذة، هذا راجع إلى الضعف الإداري. احنا كجزائريين ضعف الإدارة التي في الجانب السلبي. احنا كنتناول النظريات، النظريات الاجتماعيه والسوسيولوجيه، من نظريات الكلاسيكيه الى النظريات الحديثه والمحدثه، من نظريه تايلوريه وفريدريك تايلور الذي اعتبر العالم والعامل والموظف اعتبره كيد وكاله فقط. احنا نفس الشيء نعالجه، نسقطوا النظريه هذه نسقطها على الدوله الجزائريه او على اداره الدوله الجزائريه، نجد أن الإدارة تعامل العامل على أساس آلة، على أساس آلة فقط. يعني أننا لم نرقى إلى النظرية الإنسانية لحد الآن، مازلنا ما رقيناش للنظرية الإنسانية لحد الآن يا أستاذة. لحد الآن مازلنا ما رقيناش، بالرغم من كاين نظريات حتى نظريات الحديثة على رأسها العالم الفرنسي ميشيل كروزيه، نظرية تحليل الاستراتيجي الذي يعتبر العالم كعقل والموظف كعقل. احنا الدرك الاداره الجزائريه اعتبرت العاب
والكفاءات الداخلية داخل المهمشة هي كثيرة ومهمشة من طرف الإدارة، إدارة مهمشة للكفاءات. الإدارة الجزائرية تسعى لجذب الكفاءات الخارجية ومن جنب الآخر مهمشة الكفاءات الوطنية موجودة بالداخل. صح. كان من الأجر بالإدارة تاعنا من الأجر الاهتمام بالكفاءات الداخلية أولا، مثل كان الاعتراف بالمجهودات والمساهمات المبذولة من طرف العاملين والمسؤولين وخاصة النخبة منهم، تدريب وتكوين كفاءات وتطوير مسارهم الوظيفي، منح تعويضات مادية تريح الكفاءات وتحفيزهم، ربط التوظيف بالقيم التي ترمي إلى التطوير والإقلاع الاقتصاد، ربط التوظيف بالقيم. نعم أستاذ. القيم منها حب الوطن، حب الجزائر. ما خلوش الإدارة الكفاءات الوطنية يهاجروا وبعد نحاولوا فنستقبلهم نجيبوهم، نحافظوا عليهم، نحافظهم بشتى الطرق، تحسين مناخ العمل بالنسبة للكفاءات الوطنية، وإطلاق مجال الحريات والإبداع والاعتماد عليها في برامج تنمية. هذا كله لازم يكون واضح ويكون على أرض الواقع في الإدارة الجزائرية. أشكرك أستاذ على هذا الإطراء. شكراً. إذا كان هناك تدخل من الأستاذ دريد الوردي، إن كان موجود معنا دريد الوردي، ما كاش، وجريدة فاطمة، إذا مضطرة في وحيل الكلمة الأستاذ قاسم عبد الكريم بما أنه رفع يده. شكرا أستاذ. عندي تدخل بالنسبة للنقطة، يعني كفاءات الوطنية لماذا تنجح يعني في بلدان المهجر؟ نعم، يعني بكل بساطة تتوفر الظروف الملائمة لاستغلال قدراتهم، وخاصة أن بعض البلدان المستقطبة للمهاجرين مثلا ككندا توضع برامج محددة بتخصصات معينة، يعني هذا المهاجر لما يذهب يوجد نفسه مندرج ضمن برنامج للتنمية الداخلية واستغلال الكفاءة. يعني مثلا في بالنسبة لبرنامج كندا للهجرة، في تخصصات لديها الأولوية في الهجرة إلى كندا، هذا من باب يعني أحد أسباب نجاح الكفاءات الوطنية في بلدان المهجر. عندي كلمة أخيرة، صراحة موضوع الملتقى جد مهم، ولكن أتمنى أن يخرج بخلق شراكات بحثية إحصائية ودقيقة لدعم هذا الموضوع، موضوع هجرة الكفاءات والإقلاع الاقتصادي، لأنه كما ذكرت صراحة الأستاذة الدكتورة وسعادة، القوانين والقرارات موجودة خاصة في بلادنا الجزائر، ولكن الإشكال هو في الهياكل التنفيذية والإدارية والميكانيزمات من أجل مواجهة هذا الإشكال. وأخيراً أشكر جميع القائمين على هذه الجلسة، كالدكتورة الأستاذة بهلولي والأستاذ قطاف وجميع التقنيين القائمين على هذه الجلسة، شكراً لكم وشرف لي أن أكون ضمن هذه القامات العلمية. شكراً. شكراً لك أستاذ. شكراً لك أستاذ. مضطرة أنا إلى اختتام هذه الجلسة بعد شكري لكل الطاقم القائم على هذا الملتقى وعلى هذا التنظيم المحكم وعلى الحلول التي يجدونها في بسرعة، الحلول التقنية التي يعني أرى أن جامعة البرج أصبحت رائدة في مجال التحاضر عن بعد. هذا نظن رابع أو خامس ملتقى يتم في هذه الجامعة، ويعني حتى صاروا ممكن أن نستفادوا من الخبرة تاعهم ونتعلموا عندهم كيف يتم إدارة هذه الملتقيات تقنياً. أشكر جميع الحاضرين، أشكر المتدخلين، أشكر كل من ساهم في إثراء هذه الجلسة، وتحيتي إليكم تحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.